نستمع الآن إلى كلمة هيئة الحقيقة والكرامة. مرحبا بكم ومساء الخير. هيئة الحقيقة والكرامة عرضت عليكم إلى حد اليوم شهادات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، لكن تعرفوا الكل اللي قانون العدالة الانتقالية يعطي الهيئة مسؤولية تفكيك منظومة الاستبداد والفساد، وهنا ثم ترابط متين ما بين الاستبداد والفساد. اليوم إذن موضوعنا الفساد، واللي بيش يشهدوا اللي هما منسوب إليهم الانتهاك وليس فقط الضحايا. الفساد ليس قدر لبلادنا. عديد البلدان اللي عاشوه واللي خذوا إجراءات لمقاومته نجحوا ومكنوا اقتصادهم باش ينعتق ويكون أمتن. العديد من الهيئات الرقابية إن كانت إدارية أو قضائية وقفت على هذه الآفة، شخصتها واقترحت حلول. اللي فقدناه إلى يومنا هذا هي الإرادة السياسية لأخذ إجراءات فعالة لمقاومة هذه الآفة. الإفلات من العقاب شجع على استشراء الفساد في تونس بعد الثورة. إن شاء الله تكون عنا الشجاعة لمقاومة هذه الآفة. المسؤولية هي مسؤولية الجميع، الهيئات، المؤسسات الدولة أولاً وبالذات بالفعل، لكن أيضاً مسؤولية المجتمع المدني، مسؤولية السياسيين، مسؤولية الجميع، مسؤوليتنا الكلنا أن نقف للآفة هذه ونخليها ما عادش تنخر جسد بلادنا وتشد إلى الوراء اقتصادنا. اليوم أول شهادة باش نسمعوها هي شهادة السيد عماد الطرابلسي اللي هو قبل باش يشهد ويكشف الحقيقة ويعطينا كيف كانت تشتغل هذه آلة الفساد في العهد الماضي. ثم سنستمع إلى شاهدين اللي عندهم ثلاثة صفات: صفة الضحية، صفة الشاهد، وصفة المنسوب إليه الانتهاك، فلنستمع إليهم. يرجى من السادة والسادة تفضل بالالتزام الهدوء التام وعدم التصفيق مع عدم التصوير، كما نطلب منكم غلق الهواتف الجوالة مع جزيل الشكر. عهد القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية لهيئة الحقيقة والكرامة النظر في ملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام، وفي هذا المجال أودع لدى الهيئة 6365 شكاية تتعلق بالفساد المالي، من بينها 685 ملف عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة. وقامت الهيئة بعقد جلسات استماع سرية ل 2374 حالة، من بينها 1632 طالبي تحكيم ومصالحة. وتنقسم هذه الطلبات إلى متضررين وشهود ومنسوب إليهم الانتهاك.
وتتمثل مهام هيئة الحقيقة والكرامة في هذا المجال أساساً في دراسة ملفات الفساد المالية الواردة عليها في مختلف مظاهرها، تقييم التجاوزات والسعي إلى إرجاع الحقوق إلى أصحابها، تفكيك منظومة الفساد، تقديم المقترحات لإصلاح المؤسسات وغربلة الإدارة. للفساد أوجه عدة ومجالات مختلفة، لكنها تلتقي في نفس الأهداف ونفس الوسائل ولو اختلفت في الظاهر. ولمقاومة هذه الظاهرة يجب إرساء مقومات الحوكمة الرشيدة وتبسيط الإجراءات وأحداث منظومة رقابة ناجعة. مثل الفساد أهم آفة تنخر الاقتصاد العالمي عموما، خاصة مع تنامي العولمة، حيث أن الفساد ليس ظاهرة محلية وإنما هي ظاهرة عابرة للأوطان وتمس كل المجتمعات والاقتصادات. ويتسبب الفساد في خسارة تناهز 1% من النمو الاقتصادي العالمي، ويؤثر حسب تقارير الأمم المتحدة على جاذبية اقتصادات الدول للاستثمار بنسبة 5%. وحسب دراسة قام بها صندوق النقد الدولي، تبلغ تكلفة الفساد 2% من الثروة العالمية، وقدرت نفس الدراسة قيمة الرشاوي المدفوعة حول العالم بما يزيد عن 1500 مليار دولار لتقترب من الناتج المحلي الخام لدولة فرنسا على سبيل المثال. وعليه حاولت عديد المنظمات العالمية تقديم تعريف للفساد، حيث تعرف منظمة الشفافية العالمية الفساد بالتعسف استعمال السلطة المكلة لشخص لتحقيق مكاسب خاصة، ويعرفه البنك العالمي باستخدام مسؤول عن وظيفة عمومية منصبه لمصلحته الخاصة. أما في تونس فإن المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد عرفه على أنه سوء استخدام السلطة والنفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية. واعتبرت الأمم المتحدة الفساد جريمة تضعف المجتمع من خلال إعاقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تحويل الاستثمارات الداخلية والخارجية من القطاعات ذات الأولوية، إضعاف النظام التعليمي والنظام الصحي، وحرمان السكان من المقومات الأساسية لحياة كريمة، تقويض الديمقراطية، وتشويه العملية الانتخابية، وزعزعة المؤسسات العمومية، مما يؤدي إلى مخاطر عدم الاستقرار السياسي، تفاقم عدم المساواة والظلم، وانتهاك سيادة القانون، ومعاقبة ضحايا التجاوزات الذين يواجهون أحكاما جائرة وخاطئة. وللفساد علاقة وطيدة بثقل التشريعات والبيروقراطية الزائدة التي تكبل حرية الأشخاص، وهو ما يمثل مناخا ملائما لنمو كافة مظاهر التجاوز. ويمكن تلخيص هذه العلاقة في من غير المعقول دفع رشوة لفتح باب مفتوح. يكلف تشعب الإجراءات المؤسسة التونسية 13% من مداخلها حسب إحصائيات البنك الدولي في تقرير صادر سنة 2014، أي ما قدره تقريباً 16 مليار دولار، متجاوزاً ميزانية الدولة التونسية. هذه التكلفة تخنق الاقتصاد الوطني وتصنع مناخاً ملائماً لنمو الفساد ودفع الرشاوي لتسريع الإجراءات حسب نفس التقرير. وحسب تقديرات منظمة النزاهة المالية العالمية Global Financial Integrity، يكلف الفساد خسارة مباشرة ل 35 ألف موطن شغل، وذلك بخسارة 2% من الناتج الداخلي الخام سنوياً. وتعتبر تونس من أكثر الدول المطالبة ببذل مجهود أكبر لمكافحة الفساد والتصدي له وإرساء منظومة الحوكمة الرشيدة. ويمثل الفساد إضافة للبيروقراطية وضعف نجاعة الإدارة وعدم الاستقرار السياسي أهم عراقيل التنمية الاقتصادية وضعف جاذبية سوق الاستثمارات التونسية، حيث تمثل هذه الأسباب نسبة 43.6% حسب تقديرات منتدى الاقتصاد العالمي من المشاكل المرصودة للنهوض بالاقتصاد الوطني. قامت منظمة الشفافية الدولية بوضع مؤشر للفساد تصنفت الدول على أساسه، فحصلت تونس على مجموع 41 نقطة من جملة 100 نقطة ممكنة، وكان ترتيبها 75 على مجموع الدول موضوع الدراسة. وفي نفس السياق حاولت منظمة النزاهة المالية العالمية دراسة أهم مظاهر الفساد، حيث قدرت التدفقات المالية غير المشروعة في تونس ب 16842 مليون دولار خلال السنوات من 2004 إلى 2013، متجاوزة بذلك قيمة ميزانية الدولة. ونظرا لتشعب منظومة الفساد وترابطها بشبكات داخلية وخارجية، وفي إطار سعيها لإنجاح مهامها، قامت الهيئة بتحديد أهم محاور التجاوزات والمجالات التي نخرها الفساد في تونس. الموارد المنجمية والطبيعية من بترول وفوسفات وملح ورخام وجبس وغير ذلك.
الصفقات العمومية واللزمات، العقارات وتغيير صبغة الأراضي وما يمثله من خطر على الاكتفاء الغذائي، الحدود البرية والبحرية والجوية والموارد الديوانية والجبائية، حيث قيم البنك الدولي الخسارة في المداخيل الديوانية ب100 مليون دولار سنوياً. التراخيص والحقوق الحصرية، خصصة المؤسسات العمومية والمنح والامتيازات الجبائية والتفويت في المؤسسات، إمكانية الحصول على القروض وشطبها وإعادة جدولتها وتصنيفها، حيث تجاوزت قيمة الديون البنكية المشكوك في استخلاصها 12 مليار دينار، أي أكثر من ثلث ميزانية الدولة في شهادة محافظ البنك المركزي. كما أفاد أنه كان لقطاع السياحة الحصة الرئيسية في هذه الديون، حيث بلغت 3.1 مليار دينار سنة 2012. هذه الوضعية تكلف الدولة والمجموعة الوطنية خطر خسارة أصل الدين والفوائد بالنسبة للبنوك العمومية، وخسارة الضرائب الموظفة على أصل الدين وفوائده بالنسبة لباقي المصارف، أي نسبة 35% منها. وتجدر الإشارة أنه رغم الصعوبات التي يمر بها القطاع السياحي وعدم قدرة مؤسساته على استخلاص ديونها، إلا أن هذه الوضعية تعود أساساً لقدرة هذا القطاع على أحداث سوق موازية للعملة وتجاوز الترتيبات الموضوعة في مجال العملات الأجنبية. تعتبر الديوانة إحدى بوابات الفساد في العديد من البلدان، وجاء في تقرير حول النفوذ السياسي والتهرب الضريبي أصدره البنك الدولي سنة 2015 أن الشركات التي كانت تتمتع بعلاقات مع نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي استطاعت التهرب من دفع رسوم جمركية بلغت 1.2 مليار دولار على الأقل في الفترة ما بين 2002 إلى 2009 بسبب التلاعب في بيانات أسعار الواردات، وإنه أتاح للشركات التي تتمتع بعلاقات سياسية التهرب من ضرائب بلغت 217 مليون دولار عام 2009 وحده. وجاء في نفس التقرير أن زهاء ثلث الشركات التي تمتلكها عائلة بن علي، والتي يبلغ عددها 662 شركة تعمل في التصدير والاستيراد، وبالإضافة إلى الخسائر التي تتكبدها المالية العمومية، فإن التهرب من الرسوم الجمركية على الواردات أدى أيضاً إلى تقويض المنافسة وإلى غياب تكافؤ الفرص وتشجيع الاقتصاد الموازي. تعتمد الجمارك التونسية نظام المسالك الثلاثة، الأخضر، الأصفر والأحمر. يخول للمصرحين العبور في المسلك الأخضر دون أي رقابة، وبالنسبة للمصرحين في المسلك الأصفر، فإن الحمولة تخضع فقط إلى تدقيق في الوثائق والتصاريح الديوانية، فيما تخضع الحمولة في المسلك الأحمر إلى تفتيش عيني معمق، وتمر الحاويات عبر الماسح الضوئي، إلا أنه لم يحدد صفة الشركات التي يتم توزيعها على هذه المسالك الثلاث ولا حول معايير توزيعها، وتبقى الرقابة خاضعة للسلطة التقديرية لأعوان الجمارك، في حين أن قانون الجمارك التونسية يتطابق مع أفضل القواعد التي حددتها المنظمة العالمية للجمارك، إلا أن تطبيقه يبقى ذو صبغة تقديرية خاضعة لتقييم بشري ويفتح هكذا الباب أمام التحيل. فبالرغم من تعدد آليات الرقابة الجمركية، يعتمد نظام التهريب على تزييف البيانات، وطرق التهريب متعددة. يمكن للحاوية كادرة أن تخرج من الميناء دون الخضوع إلى أي مسلك رقابي تام، وهو ما يسمى بالتنطير، وهي عملية مقصود بها خروج الحاوية خلسة ليلاً بعد دفع مبالغ رشوة تتراوح بين 50,000 دينار و 70,000 دينار تتوزع على الفريق الذي أذن بالسرقة. الطريقة الثانية تتمثل في خروج حاوية خاضعة للسلك الأحمر عبر المسلك الأخضر الذي تمر عن طريقه الشركات التي تتمتع بالإعفاء الجمركي على غرار شركات قانون 72 والاكتفاء بمراقبة الوثائق شكلاً بعد استخلاص مبالغ رشوة تتراوح بين 5,000 دينار و 30,000 دينار حسب نوع السلاح وإن كانت مرخص بها أم ممنوعة مثل المعسل والسجائر. وفي حالة توريد سلع ممنوعة تستبدل الصورة الحقيقية للحاوية بآلة سكانر بصورة قديمة تنقل من ملف آخر مستوفي شروط الرقابة، ويصرح عن حاوية معسل بأنها حاوية أقمشة مثلاً. كما يمكن أيضاً استبدال اللوحات المنجمية من شاحنة استكملت إجراءات المراقبة إلى شاحنة تحتوي على سلع غير مراقبة. وقد عاينت كل من إدارة الديوانة والتقارير الرقابية الصادرة عن مختلف الهيئات الرقابية إدارية كانت أو قضائية كل هذه الإخلالات، واقترحت جملة من الحلول والتوصيات الوقائية والعلاجية، ولكن تعاقبت الحكومات بعد الثورة
دون اتخاذ إجراءات فعالة للقضاء على آفة الفساد التي تعيق نمو البلاد. وقد حان الوقت لتجاوز شعارات مقاومة الفساد لنذهب إلى التصدي الفعلي لهذه الآفة. إن مسؤولية مقاومة الفساد ليست مهمة السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية فقط، هي بالأساس مسؤولية الشعب المتضرر الأول والأخير من هذه الآفة. الآن سنعرض عليكم شهادة السيد عماد رابلسي، وسيقدم السيد خالد كريشي هذا الشاهد اللي هو في نفس الوقت مرتكب انتهاك. تفضل سي خالد. شهدت فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي تغلغل عدد من أفراد أسرته وأسهاره في مفاصل الدولة وتوظيفهم للمصالح الإدارية لأغراض شخصية، فتعددت جرائم الفساد المالي والاعتداء على المال العام لتشمل تقريبا كل القطاعات. يتسم هذا الصنف من الجرائم بتعدد الجهات المتدخلة فيه في إطار شبكة معقدة من العلاقات، مع الحرص على إحاطة الجهة المتنفذة بسرية كاملة من حيث الهوية وشكل تدخلات والتأثير على كل من الإدارة والقضاء، بهدف استبعاد الجهة المتنفذة من نطاق أي مساءلة أو تتبع. من هؤلاء الأشخاص السيد محمد عماد الطرابلسي المولود في 26 أوت 1974، وهو رجل أعمال، ابن محمد الناصر الطرابلسي شقيق ليلى بن علي زوجة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. انطلق السيد محمد عماد الطرابلسي في مجال الأعمال سنة 1997 بتأسيسه شركة البعث العقاري، وتوسع نشاطه واستثمر في عديد القطاعات على غرار المجال العقاري واستخراج المواد الأولية وتوريد وتصدير مختلف البضائع، كما حرص على المساهمة في رأس مال الشركات الكبرى وعلى الحصول على عقود تمثيل شركات أجنبية، مستغلا نفوذه ومجندا مختلف المصالح الإدارية لخدمة مصالحه والحصول على منافع غير شرعية، محققا أرباح طائلة. تم إيقاف السيد محمد عماد الطرابلسي يوم 14 جانفي 2011 في مطار تونس كرتاج، عندما كان يهم بمغادرة التراب التونسي رفقة أفراد من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأسهاره. تعلقت به عديد القضايا، وتم مصادرة أملاكه وما يزال موقوفا بالسجن المدني بالمرناقية. اعترف السيد محمد عماد الطرابلسي بذروعه في جزء كبير من الانتهاكات المالية موضوع التتبعات المفضية إلى مؤاخذته جزائيا، مصرحا أنه استفاد من النظام السابق، وقد تقدم بمطلب لدى هيئة الحقيقة والكرامة من أجل الانتفاع بآلية التحكيم والمصالحة، معبرا عن استعداده لاتباع كل الإجراءات وتنفيذ جميع بنود المصالحة وبموافقته المطلقة على قرار التحكيم الذي سوف تصدره الهيئة. فلقد تقدم بأول مطلب للهيئة في 26 جانفي 2015، وفي تاريخ 14 جوان 2016 استوفى السيد محمد عماد الطرابلسي كل الشروط القانونية الواردة بالفصل 46 و47 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ 24 ديسمبر 2013، والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، والمتمثلة خصوصا في الإقرار الكتابي والاعتذار الصريح من الدولة ومن الشعب التونسي ومن كل ضحايا، وبيان الوقائع التي أدت إلى الاستفادة غير الشرعية وتحديده قيمة الفائدة المحققة من ذلك، وقبوله بالقرار التحكيمي الذي سوف تصدره الهيئة، واعتباره قرارا نهائيا غير قابل لأي وجه من أوجه طعن أو الإبطال أو دعوة تجاوز السلطة، والالتزام بالمشاركة في جلسات الاستماع العلنية إذا طلبت منه الهيئة ذلك. وفعلا قبل السيد محمد عماد الطرابلسي بقرار مجلس الهيئة بالمشاركة في جلسات الاستماع اليوم، محققا بذلك جميع شروط الفصل 46 والفصل 47 من قانون العدالة الانتقالية. بتاريخ 15 جوان 2016، قدمت الدولة التونسية في شخص السيد المكلف العام بنزاعات الدولة بصفتها ضحية
مطالب تحكيم ومصالحة في 15 قضية تعلقت بالسيد محمد عماد طرابلسي. وبتاريخ 14 جويلية 2016 انعقدت أول جلسة استماع سرية بالسجن المدني بالمرنقية، دامت أكثر من 5 ساعات بحضور فريق هيئة الحقيقة والكرامة ومحامي طالب التحكيم. وعقدت جلسة ثانية بتاريخ 11 أوت 2016 دامت أكثر من 6 ساعات. وفي يوم 29 أوت 2016 كانت أول جلسة تحكيمية بالمقر الرئيسي لهيئة الحقيقة والكرامة بين الطرفين. حضر محامي طالب التحكيم وتغيب السيد المكلف العام بنزاعات الدولة، وتم تأجيل الجلسة ليوم 31 أوت 2016. وحضر محامي طالب التحكيم كذلك ومثل المكلف العام بنزاعات الدولة الذي طالب التأخير كذلك. بتاريخ 16 من سبتمبر 2016 تكرر تأجيل الجلسة التحكيمية الخاصة بملف طالب التحكيم والمصالحة بطلب من المكلف العام بنزاعات الدولة. وبتاريخ 23 سبتمبر 2016 تم ضم ملفات التحكيم والمصالحة المقدمة من كلا الطرفين، أي من طالب التحكيم والمصالحة السيد محمد عماد طرابلسي كمرتكب انتهاك، والملفات المقدمة من طرف الدولة التونسية في شخص المكلف العام بنزاعات الدولة بصفتها ضحية. ومنذ ذلك التاريخ ما زال السيد محمد عماد طرابلسي طالب التحكيم والمصالحة بعد استيفائه لكل الشروط القانونية في انتظار طلبات السيد المكلف العام بنزاعات الدولة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية بعد كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة وجبر ضرر الضحايا وأولهم الدولة وإصلاح المؤسسات، ومن أجل كذلك تفكيك منظومة الاستبداد والفساد ضمانا لعدم تكرارها في المستقبل دون تشفي ودون انتقام. نستمع إلى السيد محمد عماد طرابلسي. اسمي محمد عماد طرابلسي، بيانتو في شهر أوت الجاي نعمل 43 سنة. صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، نقرب له بصيفتي ولد ناصر طرابلسي خو ليلى بن علي، ليلى طرابلسي بن علي. كنت مقرب جدا لعمتي بحكم اللي أنا تربيت في دار مماتي بسبب الظروف. الوالد كان يخدم في ليبيا هو والوالدة، ووقت اللي تولدت أنا معناها تولدت في تونس، دونك كان ثم ظروف اللي أجبرت الوالدة باش تخليني عند مماتي. دونك تربيت براتيكمون عند مماتي الله يرحمها بحكم اللي كنا قراب من السلطة. بشرت العمال بكري، بديت نخدم مع الوالد من الأول، وخدمت معاه في برشا ميادين. خدمت معاه في مجال الفلاحة، الوالد زادة كان عنده معمل متاع فريب في المكنسي، دونك قعدت نخدم غاديكا براتيكمون عام وشوية، فهمتني، خدمتهم ملافيل في المكنسي. بعد رجعت في وسط سنة 95 رجعت لتونس وخدمت زادة شوية مع الوالد، كملت خدمت معاه شوية، وبعد الظروف ما لامتنيش وما تفهمتش أنا وياه، قررت باش ننتصب للحساب الخاص. بشوية بشوية عملت شركة متاع امبور اكسبور، بديت بشركة متاع امبور اكسبور. الحق النشاط متاعها كان ما شبه منعدم، فهمتني، على خاطر وقتها ثم ظروف وفما نقص في الأموال وواحد، وحبيت نكتسب الأكثرية تجربة، فهمتني، والكرينو اللي حبيت نخدم فيه اللي هو معناها الأدوات المكتبية كان مسيطرين عليه 4-5 من الناس. دونك الظروف شاءت أني نتعرف على حد مش لازم نسميه، تعشرنا كالاخوات. كانت عنده شركه بتاع، كانت عنده 3 ولا 4 شركات بتاع بعث عقاري،
منهم واحدة حلها معناها وقعدت ما غير نشاط. أنترتو عرض علي قال لي هذه شركة معناها رو أنا حللها وما خدمتش براتيك مو عند عامين واش علاش ما ندخلوش نخدموها جميع. فهمتني؟ قلت له علاش لا. دخلني معاه يعني أعطاني ديزاكسيون في الشركة وبدينا نخدمه في البعث العقاري. بدينا نخدمه في البعث العقاري. أول مشروع خدمناه كان في النخيلات في شيرة تريانة. الأرض ذي كانت أرض في زون زاك، زون داكتيفيتي كوميرسيال، وكانت محاطة بالبنايات. فهمتني؟ بنايات برخص وبدون رخص، حتى بنايات فوضوية، خاطر ساعات البلون داميناجمون يكون معناها شوية عشوائي. البلديات ولا الإدارات ما تاخذش بعين الاعتبارات معناها مصالح المواطنين. يجي يعمل لك مثلا في زون كيف ما النخيلات اللي هي زون شعبيه واللي الناس كانت نازحت لها باش تسكن فيها، يجي يعمل لك في وسطها زون داكتيفيتي كوميرسيال وزون اندستريال في وسط معناها مناطق سكنيه والعباد شاريه الاراضي بال100 متر وبال200 متر وباش تسكن. فهمتني؟ دونك الحق نتاع ربي وقتها بدلنا الفوكاسيون نتاع الارض، ما كناش مستحقين التدخلات. خاطر بطبيعته البلون داميناجمون وقتها بحكم البنية العشوائي اللي كان صاير فيها المنطقة ذيك، البلون داميناجمون كانت بلدية تريانة عرضته للريفيزيون. في سنة 96 أنا عملت حادث مرور. جاء وقتها زارني الرئيس السابق زين العابدين بن علي واحد، قال لي معناها يلزمك توا تعمل عقلك شوية. و جافي 22 ans وقتها، يلزمك تعمل عقلك وتخمم باش تخدم وتخمم باش تكون دار وتخمم تخمم في مشروع باهي. الحق نتاع ربي انا قلت له راني نحب نخمم في مشروع كارير. فهمتني؟ تبقي انا كارير يلزمه راس مال ويلزمه معناها قروض بنكيه ويلزمه برش حاجات. قال لي توكل على الله ونحن تو نعاونوك. دونك عملت مطلب. بعد حوالي سنة معناها عطاوني برشا تيتروات براختار براختار، فما تيتروات اللي معناها اكتشفت اليوم ينكزيستون على خريطة الدولة التونسية. بالحق معناها مشيت تيتر ما فماش، وذوما معناها خذيتهم دمان ما من عنده وزير أملاك الدولة يعطيني سانك تيتر يقول لي براختار تيتر منهم. بعد مماطلات عديدة واحد اتصلت بعمتي قلت لها راو الوزير هذا معناه يمشي فيا ويجيب، مش ناوي يعمل معايا حد شيء. بقدرة قادر معناها كلمتها كيف ما نقولوا اليوم الصباح للوندومان الوزير يعيط لي. سيتي لو مو دو سبتمبر 1999 عيط لي نلقى كونترات وحاضر. قال لي باش تمشي للهوارب. عمري ما حطيت ساقي في الهوارب انا. مشيت مشى معايا زاد واحد من وزارة أملاك الدولة اللي لاهي بسيرفيس توبوغرافي وراني اللولي خذيته. اتضح من بعد معناها وقت اللي صار اللي هي معناها نورمالمون في أملاك الدولة يعملوا قانون عرض وطلب وتتعطى معناها العروض في مظروفات مغلقة وترسي يعرض ما يرسي العطاء معناه على الشخص اللي يعطي أكثر سهوم ولا اللي بشي يعمل أكثر خدمات في المنطقة ذيك اللي بشي يعمل مشروع معناها تبقى المواصفات معينة. نحن وقت اللي خذيناه معناها بصيغة مراكنة، ولكن نحب هنا نشير الحاجة اللي ما نيش الأولانيين، خاطر كانت تتعطى مراكنة وتعطى البرشة من الناس. على كل نبدينا في الكارير وانتر تو معناها صارت لي مشاكل مع الرئيس الاسبق. تقريبا شر الشعب التونسي الكل يعرفها حكايه معناها سمعوها التوانسه بعده فيرسيونات. معناها صارت لي مشكله ذيك ولا ثم كي شبه العيد ما عادش يحملني واجبرني باش انا والشريك الاولاني اللي عملنا بروموسيون ايموبيليير باش نفضوا شراك. دونك شريكي هذا مشيت وقتها قلت له بحكم اللي صار واحد يلزمنا كل حد يمشي على روحه.
اشترى صالح قال لي بون الشركه نتاعي انا تو نعطيك بايك وكل حد يمشي على روحه، وخذيت معناها ينسوم معينه فهمتني، وخرجت على روحي كل حد مشى على روحه، وقعدت نخدم في الكارير. وقتها بديت نحضر باش نعمل البروموسيون ايموبيليير، انا بدي وحدي ابارونتيير فهمتني. وقت الحق المجال الخبره نتاعي معناها في الاعمال ما كانش كبير ياسر، وما كانتش عينيا محلوله بالصيفه بعد اللي صارت، خصوصا بعد 2002 قعدت مشاكل هذيك مع الرئيس مأثر على برشا حاجات. خذيت وقتها ثم طلب عروض على بيع قطعة أرض في الكرم، شريت القطعة ذيك طلب عروض بصورة قانونية، وبديت مباشر معناها في الإجراءات متاع المخطط متاع البناء والواحد ومن هنا، ونخدم اونترتون هكا حاجات ظراف. في غضون سنة 2004 تعرفت على شخص معين جاني، معناها انا نعرفه كان يخدم مع عمي الاولاني ومن بعد مع عمي الثاني ومن بعد خدم شوية مع اخويا ومن بعد خدم مع راجل عمتي. جاني عنده مشكلة في الديوانة، عملوا له محضر ديواني ما يقارب 20 مليون دينار، هو وزوز من سخين. جاني الحق يبكي ومن هنا، وقال لي راني تعرضت للمظلمة ويلزمك تقف معايا وبشي حطموني وبش درشوا وبش من هنا، وانا مستعد للي تحب عليه الكل ومن هنا ونعطيك فلوس. قلت له انا ما ناخذش معناها فلوس، الحق متاع ربي فهمت، كان تحب نخدم مع بعضنا، نعرفك انت معناها انسان ديناميك ودي قردي نخدمه مع بعضنا. قال لي نخدم معك، ما نخدم مع حتى حد، نولي نخدم كان معك انت، انا نولي ظلك. قلت له باهي توكلنا على الله. كلمت وقتها عمتي فهمتني، رفعت لها الامر بطريقتي انا الخاصه، نحاولوا المحاضر الديوانيه ومدير الديوان تنح فهمتني، مدير ديوان علي طرابلسي وقتها نحاوه، وجابوا مدير ديوان جديد اللي باشر حتى البريسك 2010. دونك السيد هذايا ولا يخدم معايا معناها بور دو بون. دخلنا نخدموا في البنان، البنان بصيفته كان معناها برخص تراخيص تعطيهم الدولة كل عام قبل شهر رمضان، وقتها عامتها تحرر بحكم الاتفاقية اللي موجودة مع الاتحاد الأوروبي، دونك تحرر البنان. السيد هذا أنا وياه مشينا كرينا فريقوات وسيطرنا براتيكمون على تجارة البنان، سيطرنا عليها، كنا نخلصوا في الأدايات نخرجوا في كراض البنان معناها متاعنا بعدادها الصحيحة، ولكن نحن كنا مسيطرين على السوق، نحن نحكم وقتاش البنان فيه عملية طويلة، معناها تدخلوا للفريقوات تصب عليه الغاز باش يطيب فهمتني، ومن بعد تخرج معناها تبدا عندك الوحدات نتاع التوزيع، السيركوي نتاع التوزيع نتاعك والناس اللي تشري. ثم ناس وقتها كانت تقول اللي عماد طرابلسي يجي في البنان ب 900 فرنك، مش صحيح، هما ثم ناس اخرين كانوا حبوا يدخلوا في الكرينو هذايا، ولكن بحكم اللي هما ما عندهمش الفريقوات وبحكم زاد اللي هما ما عندهمش خبره مشاو وشراو ثم بنان كانوا يشريوهم من الافريك، البنان متاع الافريك التوم متاع السكر فيه عالي ياسر، دونك براتيكمون يطيب فيسعه فيسعه فهمتني، والسيركوي دو ترونسبور اللي من الامريك لاتين، مالغري الامريك لاتين ابعد من الافريك، ولكن السيركوي سي بلو فلويد كل السيركوي اللي متاع الافريك، دونك الناس اللي كانت تجي في البنان من الافريك كان يطيب لها في الثنيه، دونك تضطر هي وقت اللي يدخلوا للسوق تضطر باش تبيعوا بسوم وبقل من سوم وباش ما يخسرش، خاطر بنان ديجا ماهوش فرد كاليتي، ماهوش فرد كبر نتاع البنان نتاع الشيكيتا وامريكان فروت. دونك هذاك علاش البنان كان يجي رخيص، ساعه ساعه واحد يجيب كيف ما نقولوا، سورتو هما ما كانوش، نحنا كنا مثلا نعرفوا نعدلوا السوق، كنا ناخذوا مره 15000 كرذونه، مرة 5000،
مرة 20,000 مرة 100,000. علاش؟ خاطر نحن كارين الفريقوات زادة. دونك العملية عملية متكاملة، منا باش نربحوا في البنان ومنا زادة باش نخلصوا صوم الفريقوات والخدمة تقعد ديما تمشي، فهمتني؟ حبل على الجرار. ثم ناس مثلا كانت يجيب لك 300,000 كرذونة ماشي في باله هو غدوة باش يستغنى. 300,000 كرذونة من الأفريق انت ديجا باش تهبطهم في بورتي، يحب لك على القليلة جمع 10 ايام، هذا اذا كان البورتي يبدا الكل على ذمتك. جمع 10 ايام هذوما ديجا البورت هو بنان الأفريق عمره 20 يوم قبل ما يطيب. اذا كان يعدي هو 15 يوم في البحر وجمع 10 ايام في البورت، ديجا طاب هو على البابور. قداش تبيعه؟ حتى كان بصير فرد فوز ديكلاراسيون ولا باش يصير تهريب، باش يصير تهريب بصفة قليلة، على خاطر منظومة المراقبة اللي في البورت ماهيش معناها مؤسسة بركة ولا هيكل واحد ولا مصلحة واحد، فما خمسة ولا ستة منظومات متاع مراقبة. الترافيك اللي كان يصير مثلا في البنان، كنا نحن مثلا نعطلوا كي نسمعوا بحد مثلا جايب هو بنان ونحن جايبين بنان، نعطلوا هو نخليه له بابوره في الريد، فهمتني؟ وإلا نحطوه في كي بعيدة فين الماكينة المكسرة حتى اللي نخرجوا نحن كماينا. ونحن مثلا كانت الديوانية اللي تخدم معانا تكرس نفسها كان على البابور متاعنا، مثلا نقول له أنا عندنا 30,000 كرذونة لازم خذينا 100,000 كرذونة لازم نخرجوا 30,000 كرذونة كل يوم في ظرف 3 أيام نكملوه. الديوانة الكل معناها تخدم كان على الشيء هذا، يعطلوا مصالح برشا من الناس، تيقف الأمور الكل ونخرجوا كان سلعتنا نحن قبل الناس كل، فهمتني؟ وكانوا معناها سيركوي معروف كيف ما قلت لك. وصار ترافيك متاع بنان معناها كيف ما قلت لك، معناها مش ماهيش صورة ناصعة البياض، صار ترافيك متاع بنان. ساعات معناها كي تلقى معناها فرصة باش على 200,000 كرذونة باش تهرب 20,000 كرذونة بليش، كنا نعملوها كانت تصير، فهمتني؟ 20,000 كرذونة فلوس. مي هاني قلت لك 1,000 كرذونة تقريبا ب 17,000 دينار. كي تحط انت 20,000 هذو ما 300,000 دينار بريسك. الناس تقضي لك المرة الأولى بالاسم خاطرك فلان الفلاني، ما المرة الثانية كي راك انت تصور يطمع حتى هو بشيخ وبايو، فهمتني؟ كل مرة قديش. وانا الحق متاع ربي نعرف روحي اللي كنت سخي جدا جدا، نعرف اللي الديوانية مثلا كي كنت نبعث جماعتي انا باش يخلصوا يقولوا لهم ليك يجي المعلم يخلصنا، خاطر يعرف هذاك مثلا باش يعطيه تو انا باش نعطيه 4 ولا 5 مرات، فهمتني؟ كل مرة كيفاش، كل مرة كيفاش انتي والخدمة. ساعات بالنسبة لأربعة ديوانية مع بعضهم نعطيهم 30,000 دينار، نعطيهم 20,000 دينار. ساعات كي تبدأ الكونتينر مثلا ولا السلعة ما فيهاش ربح يأخذوا كل واحد 1,000 دينار 1,000 دينار. هما بيدهم يحسبوا، هما بيدهم يحسبوا، يعرف الكونتينر قديش تجيب. وهذا هي معناه اللي حبيت نوصله. معناه بعد البنان دخلنا في كرينوات أخرين، دخلنا في الكليماتيزوريت، دخلنا في التلافز، دخلنا في البارابوليت، فهمتني؟ دخلنا في برشا كرينو تيل فاكيا، فهمتني؟ توسكي معناه اللي بزوام تاع التونسي في سيدي رمضان، معناه فما حاجات موسمية معروفة، فما سلع كانت تاخذها ناس معينة. مثلا ثم سلع اللي هي متاع السوق الموازيه متاع سيدي بومنديل ومتاع المنصف باي ومتاع سوق الجنب ومتاع سوق ليبيا، ذوما الفاكهه مثلا والمواد المدرسيه والكيف ما حاجات ذوما. ثم مثلا كليماتيزوريت تاخذهم شركات معينه، شركات بسميها وعنده ريبريزونتاسيون مثلا تلقاها متاع الماركه الفلانيه، هو كي باش يجيب بطريقته الخاصة باش يخلص وأداياته ودرشه، ونحن نجيبوا له مثلا يتفاهم معانا باش يجيب 500 كليماتيزور هذوكم نجيبوهم له على جنب، فهمتني؟ أقل أدايات كوم كوا بيان سور السيستيم، تعمل شركة كوم كوا اللي أنت عندك شركة هنا مصنع بتاع تركيب
وتدخل تحت سائلة القانون بتاع التركيب، وتعرف التركيب أداءات رخيصة ما فهمت، خصوصا تحت طائرة القانون 72 كومكوا اللي انت معناها باش تركب وباش تعاود تصدر، اور ما فهميش هو التصدير، نحن نصدره في النحاس بالمقابل، فهمتني؟ معناها تخرج النحاس في بلاصة الكليماتيزورات، والكليماتيزورات هذوكم ياخذهم فلان الفلاني، فهمتني؟ ويعرضهم هو على أساس اللي هما جايين معناها تحت القانون نتاعو هو وتحت الرخصة نتاعو هو، فهمتني؟ هنا اللي تصير الترافيك نتاع الأوراق والواحد. ونعتقد اللي شيء هذا مازال صاير، خاطر أنا عندي ليزيكو نتاعي نفس المنظومة قاعدة تخدم. تونسي كي يبدا عنده مثلا الباب هذا ويعرف روحه مثلا الباب هذا باش يدخله 100 مليون وهو عاجز باش يدخلهم ل 100 مليون، يجيك ويعرض عليك الشراكه ويقول لك راهو نجم ندخلوا 100 مليون ويجي نقسم. غدوه انت تستعمل نفوذك وتولي تدخل في 150، يعاود يولي يرجع يحسب وحده، يتحسر، يقولوا كان قعدت وحدي وكان صبرت شويه وكان درا شنو وكان من هنا، ويولي يحسب. واكثريه الناس اللي شكات ثم اولاد اصل اللي ما شكاوش واللي هم عن قناعه معناها يعرف روحه ما، وثم ناس اللي معناها اللي طمعت يقول لك الفلوس المصادره باش نحصل حوايج. ثم انا حتى اللي عرضوا عليا قال لي باش نبعث بعث لي مع محامين اخرين، هاني باش نشكي بيك في الموضوع الفلاني واستعرف انت واللي باش ناخذوه متى نقسموه، فهمتني؟ وما استعرفت لحتى واحد. معناها الوحيد اللي شكى وقلت له نستعرف له خاطر فلوس وهذوك ما ناخذيتهم، اعطاني فلوس اتفقنا باش نخدموا خدمة معينة واعطاني فلوس بالمسبق وجات ثورة ولموا الفليسات، دونك هذاك حقه، فهمتني؟ فلوسه لما ما قبضتهم بالمسبق. انا مين بقية الكل، ثم شكون مثلا تاع بريكوراما بعث لي استعرف لي واللي باش نحصلوه تو نقسموه. قلت له انت ما نستعرف لكش خاطر انت خذيت حقك وزايد زايد، معناه باش انا بالنسبة لي تاخذهم الدولة تاخذهم انت، ما عادش عندي حتى مشكلة، فهمتني؟ اما ما نستعرفش بحاجه ما عملتهاش، هذه عندي انا قناعه وهذا معناها عملت ما عملتش. انا ساعه نقف قدام قاضي، يعني بدا احكي لي على قضيه، نقول له سيد الرئيس انا اليوم راني بعد 7 سنين اللي عملته استعرفت به، ما نجيش نستعرف حاجه ما عملتهاش. اما شركات ناسوها تحت طائله الوسوسه وندوز اللي هي معناها عندي بوس ودوان كوم كوا انت باش تجيب سلعه معناها ماده خام، يا اما باش تركب هنا والا باش تعمل لها معناها قيمه مضافه مثلا في الفاكهه ندخلوا فيها على اساس اللي نحن باش نحمصوها هنا وباش نحطوها في علبه وساشيات معينه وباش تعاود تتصدر بالكود بار وبالواحد، اور ما فهمش منه شيء هذا الكل، فهمت؟ تدخل هنا لتونس تقعد في تونس تتباع في السوق التونسيه ومن بعد في التصدير نصدروا نحاس، نحاس كنا نجيبوا فيه من ليبيا نخلصوا عليه طوم معين في الديوانة ويتصدر هو هنا، معناها تدخل اللي نسميه نحن الترافيك الديواني اللي صح على الأوراق ما يقولش اللي هو بشي صدر نحاس، يقول اللي هو صدر فاكهة اللي مثلا دخلوا الكليماتيزوريت على أساس نحن باش نركبوهم هنا وباش نشركوا اليد العام للتونسيين، فماش معمل، فما ديبو تدخل الكليماتيزوريت كاملة مركبة حاضرة باش تمشي للوجهتها ونخرجوا النحاس وفي الاوراق يتحطوا كمكوارا وذاك كليماتيزوريت تم تركيبها في تونس وصناعه، ما فهمش منه، فهمتني؟ هذا هو معناه الترافيك اللي كان يصير واللي الناس كل كانت مشاركه فيه، معناه مش راهو الشيء هذا حكر على عائله الطرابلسي ولا عائله بن علي، ثم مؤسسات اقتصاديه كبرى كانت تجيب في الكليماتيزوريت وحدها، من الاول كانت تستعين بزيد وبعمر ومن بعد هما ولاو يجيبوا وحدهم ويجيبوا يحلوا ديبوات، خاطر القانون نتاع باش تحل دب والواسوس وندو ساهل ياسر، فهمتني؟ اذا كان عندك شكون انت في المنظومه الديوانيه الرقابه ما تتمش نورمالمون، كي باش تقول انت باش نحل معمل انا ما ثم ماكينات وفما ما ثماش رقابه، تحل دب وساعات الدب يبدا فارغ ما فيه شيء، والأغلبية الدبو يبدأ فارغ، ثم مؤسسات كبرى تحل دبوات هي وحدها بطاقات تعريف متاع ناس ميتة، فهمتني؟ وهذوما معناها رجال أعمال معروفين راهو التوا تراهم في التلفزة والتوا في الكورة والتوا في الواحد، فهمتني؟ ويدخلوا مازال يدخل في الكليماتيزورات ويدخل في الأسانسورات ويدخل في الأسانسور، زاد على أساس الأسانسور باش يتركب وباش من هنا وباش يزيدوه قطعة من تونس، ما فهمش منها.
لاسانسور يدخل للسوق التونسية. وكيف ما قلت لك المنظومة هذه عندي ليزيكو نتاعي مازالت تخدم هي بيدها. بالعكس قبل كانت فما رقابة وفما خوف من سلطة بن علي ومن رقابة بن علي، خاطر بن علي كان يرقب في كل شيء، كان يتبع في كل شيء. اليوم مسيب، اليوم الكونتينرات اللي كانت قبل معناها ساعات ثم كونتينرات كيف ما المعسل والا الويسكي ولا كانوا هذوما صعيب تخريجهم من الديوانه. اش كانوا يعملوا لهم؟ كانوا يعملوا لهم سيستيم دو ريغروبمون، يتحطوا في الديوانه على الكي يتنساو كوم كوا هذه سلعه معناها للاعدام، ويجي معناها المراقب الديواني يعمل جرد في عندي كونتينر ويكتب اللي يحب، يقول عندي كونتينر مثلا هذوما طرف فريب وهذوما سلعه بانال الحكايه فارغه وهذوما دراش هو، وباش يتباعوا في مزاد علني للي باش يعطي اكثر سوق. المزاد العلني يتحط في جريده ما يقراها حتى حد، معناها جريده تلقاها ساعات ساعات في جريده في شيرة صفاقس، جريده جهويه ولا جريده في شيرة نابل، جريده ثقافيه اللي ما يراها حتى حد. ويصير ويجيوا الاربعه من الناس اللي هو متفاهم معاهم وتتشري السلعه هذيك مثلا كيف ما نقولوا 30 كونتينر جروبمون، فهمتني اللي هما معناها توفونو، يتشريوا مثلا بسوم معين ب 30,000 دينار، وهما ديجا تلقى فيهم مثلا دو كونتينر معسل، كونتينر معسل وحده فيها 450 مليون ربح، سورتو وقت اللي تبدا قبل رمضان، ولا كونتينرات رامي، الرامي يصنعوا فيها زاد في الصين، فهمتني، ولا ويسكي، عدا ويسكي فلوس. ولا دخان هما في وقت من الاوقات، انا الحق ما خدمتش، اما ثم جماعه كانت حتى المارس انتير تصنع فيه في جبل علي في الامارات وتصنع فيه في الصين، مارس انتير التونسي، وكانوا عندهم اتفاقيه مع معناها طواطئ مش اتفاقيه مع المدير الرئيس المدير العام للرنتيا القديم، يقطع هو الانتير هنا من تونس كوم كوا ما ثماش وفما ازمه وما عندوش انتير وما، وهذيا بدات حوالي في سنه 2007 2008 حتى لين يدخلوا هما سلعتهم، فهمتني، وبعد يعاود يتجدد المارس انتير ويعاود يتجدد الواحد. من عام 2004 دخلت في الكرينو نتاع البنان ونتاع الترافيك والكونتربوند، وسورتو اللي تحلت معنا الحكايه ولات الباب ولا على مصراعيه، فهمتني، الناس كل اللي تخدم في الدومين هذايا، الناس كل بقدوم برشا، صارت برشا تسهيلات، فما عناصر ديوانيه كانت مبعده كي قربت البورت رادس وبورت بنزرت ولات هي معناها تسمسر، حتى اللي ما عنده حتى علاقه يعيطوا له ويجي يا ولدي نخدموا معاك ونوريو كيفاش ونسهلوا لك. وفما برشا شركات تحلت على اساس راهو هذيك نتاع الترابلسيه ولا نتاع بن علي، هما ماهمش نتاع الترابلسيه نتاع بن علي، فهمتني، ولكن شكون اللي باش يفرز وقتها؟ شكون اللي باش يفرز وقتها؟ ما فما حتى حد باش تقول انت كميون هذا نتاع بن علي، شكون باش يلوش عليه ولا هذا كميون نتاع. انا مره كلموني في الليل تقريبا ماضي ساعتين تاع الليل، قالوا لي راهو عندك كميون موقف في الثنيه. كلمت وقتها واحد من اللي سميتهم لكم المره الاخرى اللي هو كان لاهي بالبي اس ال، قلت له شبيك وقفت لي كاميوني؟ قال لي مش كاميونك. لا، قلت له كاميوني هاو، كلمني فلان قال لي راهو كاميونك. سيب الكاميون مشى الكاميون على روحه، من غدوه مشيت انا طلع مش كاميوني، فعلا مش كاميوني انا. كلمته قال لي ماني قلت لك مش كاميونك، راهو كاميون نتاع حد اخر، وانت قال لي دخلتك هيك كمان. قلت له اللي غلطني زميلك اللي من بعد اللي من بعد ترشح للرئاسية. دونك في 2005 دخلت نخدم في دومين واحد اخر اللي هو بيع المواد الكحوليه، ترخيص، الرخصة ما كانتش متاعي، كانت متاع واحد آخر الله يرحمه. دونك تدبوا في البحر الأزرق هنا، معناها الخدمة كانت
ما كنتش نتصور ان اللي الناس معناها تشرب بالصفه هذيك ولا القبيل بالصفه هذيك فهمت على المواد الكحوليه. دونك في ظرف سنتين لقيت نفسي مسيطر تقريبا على 30% من السوق التونسيه. في معناها بالسيركوي نورمال وكذلك حتى الناس اللي تبيع في الخمر خلصه يسميهم فهمتني. دونك كنت نبيع في بنزرت، كنت نبيع في تونس في القروان زغوان، وصلت حتى نبيع في ليبيا، عندي جماعتي في ليبيا اللي كانوا مسيطرين هما غاديكا. دونك ندخلوا كمين ندخلوهم ليبيا. هناك وقت اللي وليت في نبيع في الكحول الفلوس كانت ميزاب نتاع فلوس. دونك الفلوس هذيا براتيكمون بما اني نصب للبنك كل يوم فلوس، من الاول كنا نصبوا في حكايه فارغ، من بعد وصلنا معناها في الويكاند نصبوا في 500 و600 و800 مليون، والبنك ولات حاطت لنا الكرهبه البلنديه على ذمتنا معناها. خصوصا وقت اللي من بعد شريت الشركه الثانيه، ثم شركه اللي هي سوتيرف في الشرقيه كانت نتاع واحد زاد الله يرحمه، عرضها للبيع عليا، كان عندي اكسبير كونتابل حبيبي جاني قال لي انت ماك تخدم في الشراب واحد ومن هنا هاو ثم شركه راهي قيمت الذات برخصتها ومن هنا والرخصه في جاني خوذها، وراو مولاها معناها مرض وكبر ولده ما عادش يحب يخدم في الدومين اش قاولك تخدم، وخذيتها الشركه فهمتني. خذيت السوتيرف دونك ولا عندي دب نتاع البحر الازرق والدب نتاع الشرقيه. دونك قلت لك ساعة في الويكاند نصب 8-900 مليون للبنك فلوس. وقتها البنوك الكل معناها ولات فاتحة ذراعيها، مرحبا بيك الكريدي اللي تحب عليه غير يجي صب الفلوس عنا فهمتني. وقتها أنا براتيكمون بصفة فعلية دخلت في مشاريع كبرى، عملت وقتها بريكوراما، شريت السوتيوديف اللي هي شركة مقاولات، وحتى في البروموسيون موبيليير كنت نمشي واحدة. دونك تسنالي باش نشري أراضي أخرين وباش ناخو أراضي وباش نخدم مشاريع أخرى. بالنسبة وقتها أنا البروجي الكبير اللي بديت فيه هو بروجي بوريفاج. بالنسبة لبروجي بوريفاج ما فيش مشكلة كبيرة، خاطر هو أصله أرض تاع دولة، والدولة عاملة عليها نزل، والنزل هذايا معناها قايل للسقوط فهمتني، وصار عليه مؤتمر عدلي واحد. وفي الوقت اللي عام 2001 تأسست بلدية الكرم، خاطر هي كانت الكرم تابعة بلدية حلق الواد. بلدية الكرم من جملة الموارد نتاعها اللي حبت تعملها كونها تبيع الأرض نتاع بوريفاج باش تصور مدخول. وإفكتيفمون معناها أنا شاركت في لابيل دوفر، وقع علي العطاء المرة الأولى والمرة الثانية، خاطر صار العطار المرة الأولى والمرة الثانية. بما أني أنا المرة الأولى وقت اللي شاركت في العطار شاركت باسم شريكة، كان معايا شريك، وبعد كيف صرنا شريكة قررت أنا باش ناخذ الأرض هذه. كي مشيت أنا البلدية واقترحت عليها باش تبدل لي باسمي قالت لي يا تاخذوا باسم الشريكة هذيك، ما كانش العطاء الكل معناها يعتبر لاغي. وفعلا الغاوه وخذاه 34 ألف دينار معناها اللي حطيتهم المرة الأولى خذاهم هكاك. وتشاركت في العطاء المرة الثانية وزدت في السوق، وعاود رسى علي العطاء المرة الثانية. وثم معناها الديار نتاع عم المنجر الريحي الله يرحمه شريتهم من عنده بصفة قانونية وما غير حتى ضغط وما غير حتى واحد، خاطر بصفتي أنا الجماعة معناها متربي معاهم ونعرفهم وحبابنا، بعثت لهم قلت لهم راني باش نبني من هنا، وانا نعرف اللي عندهم مده ما عادش يطلعوا يتخلعوا غاديك فهمتني. دونك بعثت لهم وقلت لهم كان تحبوا تبيعوا لي، قالوا لي مره واش حتى مانع، هاو السوم الفلاني كان يساعدك. وفكتيفمون شريت وتوكلت على ربي وبديت في البروجي هذاك، وبديت في بروجي واحد اخر زاد في عين زغوان فهمتني. وهذه هي معناها دونك في البوريفاج ما عندي حتى مشكله، وحتى البراتل في حلق الواد ما عندي فيها حتى مشكله. ذي البراتل مشكله من معناها ارض ذي
على هذا احدنا مع علمي، معناها الارض هذه ترجع للملكيه البارون ديرلونجي، والناس اللي ساكنه فيها وكيل، وفيها تقريبا 9 عائلات بركة يملكوا، البقيه الكل ما يملكوش، البقيه كري من تحت كري من تحت كري. وهذه مشكله عند القضاء التونسي من سنه 78، والدوله رابحه الجماعه هذوما من عام 78 معناها، وتبقينا قاعده لها اشكاليه في التنفيذ. هما كل مره يستينفوا وكل مره تصير اشكاليات في التنفيذ. وانا كنت نائب رئيس بلديه عام 2005، وبعد من عام 2006 صار لي خلافات مع رئيس البلديه بنفسه، دونك ما عادش نحضر في المجلس البلدي. عام 2007 تحل المجلس البلدي، تحلوا 3 بلديات وقتها كان تذكروش بن علي وعبد العزيز بن ضياء، هبطوا لعين زغوان يلقاو ثم فسقيه بنيتها الدوله بما يقارب 600,000 دينار، يلقاوها كلها مصابين فيها حشاكم الزبله والمخلفات نتاع مواد البناء. بجرد قلم معناها حل المجلس البلدي نتاع حلق الواد، وحل معاه المجلس البلدي نتاع حمام لنف، والمجلس البلدي نتاع السيجومي تقريبا ولا الورديه، فهمتني؟ والنيابه الخصوصيه اللي جات وقتها، اللي هي مش نيابه خصوصيه خاطر صارت كل الانتخابات زعما وعينوا مجلس بلدي جديد اللي كان الرئيس نتاعو سي معالي. وقتها عام 2008 صارت الدوله قررت باش تنفذ على جماعه البراتل، ونفذوا عليهم، تبقينا في التنفيذ نفذوا عليهم الاربعه نتاع الصباح تقريبا، هبطوا عليهم وطيحوا لهم الديار. الغلطه اللي صارت معناها طيحوا لهم الاربعه نتاع الصباح، معناها هبطوا لهم الاربعه نتاع الصباح الطامه والعامه باقتراح من والي تونس ومن وزير الداخليه ومن معتمد حلق الواد وقتها هذاك، هيا نطيحوا لهم توا، فهمتني؟ بيان سور هذا تم بموافقه نتاع الرئيس، خاطر ما تصيرش عمليه كيف هكا، خصوصا لحلق الواد قريبه معناها القصر الجمهوري، ما تصيرش عمليه كيف هكا كيكا معناها حتى حد ما في باله. وقت اللي قلت لك قبيله بن علي الابره كي تطيح في بلاصه يبدا في باله بها ويتابع فيها دونك طيحوا لهم. بالنسبه للموظفي الدوله هذوما ناس عندهم كي البورصه، بما انهم كلهم كانوا منخرطين في التجمع وفي كلونات وفي لوبيات معينه، دونك عندهم البورصه، يعرف شكون اليوم الكوتام تاعو طالعه وشكون الكوتام تاعو هابطه. ونحن براتيكمون في اغلبيه الامور الاداريه والواحد كنا معناها نستعملوا القانون مطيه، نمشي لك من الجانب القانوني، حب رخصه نبعث لك الاوراق اون بوني دي فورم، فهمتني؟ نحب مثلا توكيل نبعث لك توكيل اون بوني دي فورم، معناها في الامور القانونيه ما قليل فين تلقى معناها ديفايونس، فهمتني؟ تبقينا وين المحاباه؟ غاديك هو اللي كنت يسرع لك يقضي لك فيسع فيسع، غيرك يخليه معناها في القجر ما يقضيلوش، فهمتني؟ هذه هي. وكيف ما قلت لك عندهم بورصه، معناها زيد يعرف فلان، فلان يعرف فلان، وفلان يعطيه الزبده شفما. اليوم الكوتا نتاع فلان طالع اكثر من الناس الكل. اليوم مثلا كي جا ساخر الماتري الرئيس يحبه مقرب وراجل بنته المحبوبه واللي تحب انت. ما ثم واحد مثلا يجي يقول ساخر الماتري هذه لا ولا ما نقضي لكش، هما يكلموه الصباح، فهمتني؟ وهما كان لازم يبعثوا له مشاريع، وهما كان لازم يبعثوا له ناس اللي حاجتها. توا الناس تشكي تقول لك انا ضغطوا عليا باش دخلت شريك، سي با فري. خي نحن كانت عندنا بورصه مثلا نعرفوا هذه الشركه الفلانيه ولا هذه الشركه الفلانيه، وانا نحب ندخل الكرينو هذا باش نفك لك، لا سي با فري. اما ثم ناس يكون عنده تعطيلات ولا عنده ناقص تمويل ولا عنده مشكله، يجيك من الاول يحل لك في الجنه ذراع، يا خويا يخدم معايا وانا درا شنوا، وانا اخوك، وانا اللي تفصل انت وتخيط انا نلبس وانا درا شنوا. بعد ما صارت الثوره واحد ولات الناس طامعه، يقول لك فلوس مصادره ونضرب باي، فهمتني؟
ولا هو ضغطوا علينا وهو فكونا بالسيف وهو خذا لي بالسيف. بون صارت راهو مشاكل، ثم ديكا صارت، ما نقولكش ما صارت ديكا، ثم شكون تلقاه مثلا مشروع الفلاني حلت له في عينه، تنجم تكون وضغطت على زيد وسكر عليه مع البنوك، ولكن هذا تعرف انت شكون اللي نجم يعمل هذو، ما ناس على مستوى كبير ياسر اللي يحكم في رؤساء البنوك ويحكم في الابي ويحكم في الوزير ويحكم في اللي يحكم في الوزير. دونك المسؤولين هذوما اليوم اللي يحب يتفصم المسؤوليه كومبليتمون ماهوش صحيح. هو عنده البورصه ويعرف، يعرف على شكون يتك. انا نثبت مثلا على وزير في وقت من الاوقات كان صاحب سليم شيبوب، بعد ولا صاحب جماعه اخرين، بعد ولا صاحب بالحسن، بعد تك على صخر الماتري. وسال الوزير هذايا معناها من حقه هذايا مثلا وزير طردوا بن علي التسعه نتاع الصباح من القصر، سبعه نتاع الصباح عامل مجلس وزاري طردوا، فهمتني؟ وصاي جماعة قالوا تنحى، وكلمني حتى بي دي جي قال لي يا اخي اش بيك ما في بالك شفتين راه طرد وهو باش يتنحى، والبي دي جي هذايا كان طمع باش ياخذ المنصب نتاعو، فهمتني؟ كلمته قلت له اسمع صوفي تبيع برزانه راهو صاحب صخر، ومن هنا المثلثة نتاع العشية، تحيا ناس وتموت ناس. وتو نشوفوا الحكاية. لا قال لي مادام سيادته طرد يا ولدي، قال لي ما يلعبش، لا إله إلا الله. قلت له إفكتيفمون الراجل خرجت فيه نوتكم كوا هو طرد واحد، الرئيس من غدوة لا بعد غدوة استقبله هو مقابلة معناها خاصة، تعرف معناها كي قابلك ابن علي في البيرو ويعرضوها في التلفزه معناها راضي عليك، معناها ملي طردوا ولت البارح الصباح اليوم الصباح قابلوا كل بي دي جي كلمني قال لي والله عندك الحق. قلت له الناس هذوما راهو يعرف مع شكون يلعب ويعرف على شكون يتك، تك على صخر الماطري طردوا ابن علي السبعه نتاع الصباح، كلم صخر مشى يشرب حذاه القهوه الثمانيه ونص، ابن علي رضى عليه من ثلاثه نتاع العشي. نعرف اللي هذيا مثلا التلفزة عبد الله بن عبد الله، حتى كي الرئيس نحاه في وقت من الأوقات بعده على الإعلام وواحد من هنا وحتى في الخارجية هو يحكم في الإعلام، فهمتني؟ حتى ديما معناها ثم مثلا مستشارين عندهم جبة معينة، ذيك الجبة ديما تقعد تبعتهم، فهمتني؟ كي تقول الإعلام تقول عبد الله بن عبد الله، ما تقولش حد آخر. دونك ثم موضوع واحد اخر اللي جبد لي عليه الاستاذ نتاع نتاع السكك الحديديه الخطوط السريعه هذيك اللي باش تعمل اللي توا مازالوا في البروجي، وقت خرج سياسيين بعد الثوره مباشره وقال لي انا معناها كشركه شركه سوتيوديف بالشراكه مع شركه تكنيكس اللي هي شركه ذي، قال هو اللي شركه تكنيكس شركه وهميه واللي نحن عطينا عرض غير جدي، عرض متاعنا يتمثل في 57 مليون دينار وشوية. أولا نحب نقوله اللي شركة تكنيكس هي خامس شركة في العالم، وقت اللي دخلوا شركة معايا جماعة ذوما على البروجي هذا هم يحبوا يحطوا موطأ قدم في تونس وموطأ قدم في ليبيا، اتفقت معهم قلت لهم ربي يحطوا السوم معناها ديري زوار ما تحطوش حاجه كبيره، البروجي وموا ترونش الاولانيه ناخذوها معناها بسومها، خلينا ندخلوا للسوق ومن بعد يعمل ربي دليل بعد نوليو. دونك الاسوام اللي تحطت حطوها ناس مختص، حتى في السوتي ديف معناها اللي عندي ناس مختصه، ناس مهندسين الحق. وقت اللي رسى علينا العطاء معناها قالوا لنا راكم لو موان ديزون انتم 57 مليار واش واللي بعدكم راهو في 87 مليار، انا بدي تفاجات، فهمتني؟ ولكن ما تفاجأتش برشا خاطر الناس اللي حطت السوم ناس معناها هذه خدمتها ماهيش ناس هوات. كلمت وقتها
عندي كان مدير يخدم معي، كلمته قلت له سي خالد كيفاش الحكايه معناها بعد على بعضنا نحن سوق. قال لي ما قلت ما تحطوش سوم كبير ياسر، راهو حاطين ميم با 7% ربح، فهمتني؟ وراهو كي تجي نوريك بارا بلوس بي. وفيكتيفمون مشينا جاب لي الاسوام نتاع لوتيكا، خاطر تعرف ثم اسوام ريفيرونس لوتيكا مثلا في مجال المقابلات تصدر لك الاسوام اللي يتعاملوا بهم الشهر هذا ولا التريمستر هذه، التوفنون بسوم معين، الحديد بسوم معين، فهمتني؟ دونك وراني الاسوام معناها براتيكمون اللي نحن حاطينهم براتيكمون اسوام معقوله وعاديه، اسوام لوتيكا ثم حاجات تحطت بسومها، فما حاجات تزادت عليها معناها المندوفر كيفاش توفنون مثلا برودوي فيني سيمونتي ولا بالواحد هاو كيفاش قداش يولي سومه، فهمتني؟ دونك الاسوام كانت معقوله جدا. تبقينا وراني كيد شارج، فما الشابيتر سي معاود مرتين. قال لي هذه ما نعرفش يا غلطه معناها عاملينها هما يا حاجه عاملينها اكسبري. انا نجيك مثلا نقول لك البيت هذه، على ذكر البيت هذه اللي نحن تو في سجن المرناقيه، فهمتني؟ بيت حلو. نقول لك مثلا البيت هذه باش تدهنها لي وباش تعمل لي البيبان كابيتوني وباش تعمل لي الريدوات هكا وباش تعمل لي هكا، ونحب الطاوله غادي ونحب القاعده هذه هكا موجوده، ونعاود لك في الشابيتر سي نقول لك راه نحب البيت هذه، نحب البيبان كابيتوني والبيبان بالريدو والشبابك بالريدوات هكا والكولور هذه والبيرو غاديكا والقاعده هذه. معناها سي كوبي كولي. يا اما انت تقول هذه غلطه، والا تقول كيفاش غلطه هذه ضمنوها. مشينا عاودنا شرينا الكيد شارج باسم شركة أخرى، قلت لهم برا مشي وشريوا كيد شارج، بالكش الكيد شارج متاعنا نحن بالصدفة معناها الشابيتر هذاك معاود، نلقاو كيد شارج الأخرى الشابيتر سي معاود. هنا قلت له ماهيش غلطة، ماهيش لله بالواحد معناها غلطت عمل كوبيت بزيت وحتى هذا ثم حاجة فما أن كلمت وقتها سيد وزير النقل اللي هو كان، قلت له لو عندكم شابيتر سيرا ومعاود دراو فما غلط، خاطر هو كلمني قال لي شنو السوم هذا اللي حطيته وهذا السوم بلاش، قال لي باش تخدم هو اقل من بلاش وباش تخسر. كلمته انا قلت له راني قعدت مع جماعه مع تلاين وقعدت مع جماعتي، راهو عندكم شابيتر سي غلط معاود، وفرضا اللي شابيتر سي اللي تحكي عليه انت باش نزيدوه قداش باش نزيدو؟ قلت باش نزيدو 19 مليار دويات باش نخلط ل 67 68 ماهوش ال 87 اللي تحكي عليها جميع الاخرين، واحد في ال 87 والاخر في ليش 90 94 والاخر في ال 98. قال لي اسمع هذا مشكله نتاع تليفون، كي تجيني تنحكي كلمه كي تجيني فهمت انا اللي كي مشيت له قلت له معناها. قال لي اسمع انت علاش القلق ومن هنا وباش دخلنا بعضنا تو باش نعاودوا نرفعوا نحن للبنك الدولي باش نقولوا له راهو هاو النتائج نتاع طلب العروض وراهو من هنا راهو خلي باش تتحل علينا معناها بورقه وباش راسينا نعاود وباش نخسروا 10 اشهر فهمتني؟ عاود لابيل دوفر وعاود الواحد. قال لي تعرف كيفاش؟ تو نعمل لك انا تور دو تابل، نكلم الجماعه. كلم فلان وفلان وفلان وفلان، كل واحد ناخذ لك من عنده حويجه، ولك تدفع عليهم في امبول حتى شيء، حطهم في مكتوبك وتكل على ربي، امشي على روحك. فهمتني؟ قلت له باهي ما فيها بيس، حتى نشاور جماعه تلين اللي معايا، خاطر قلت له انا ملتزم معاهم اخلاقيا وواحد وصحابي، ما نجمش نتخذ قرار كيف هكا ونجبد بهم. وفعلا عرفت عليهم الموضوع، قالوا لي انت اللي تراه صالح، نحن قالوا لي كي جينا لهنا تونس اطمنا بك انت معناها على اساس باش ندخلوا نخدموا ونحبوا نخدموا في تونس ونحبوا نخدموا في ليبيا ونحبوا ندخلوا لافريك، فهمتني؟ خاطر قال لي جنوب الصحراء والشيرات الاخرين عندنا فيهم سياق وسود افريك هنا لافريك دو نور، قال لي مازلنا ما دخلناش مليح، وسيرتو قال لي الاكثريه نحن على ليبيا، خاطر ليبيا قال لي توا عامله
معناها انفتاح كبير وناوية تبني برشا كياسات وبكو دو تونيل وباش يبنيو برشا. قلت له نحبوا نحطوا ساقنا في ليبيا. قال لي حتى تونس ما فيهاش مطموع. اذا كان انت قال لي ترى من الصالح باش تاخذ الفلوس من غادي لغادي وتتوكل على الله وتعمل معناها تنازل وتقول راني غلطت وتدبر راسك. الحق انا الكلام نتاع الطين معناها حس في نفسي معناها ريتو كان واحد انبك مي بضخامه. فهمتني؟ كلمت الوزير قلت له لي راني شاد صحيح والله. قال لي تو باش راسينا نبعثوا للبنك الاوروبي ومن هنا وفعلا نبعث للبنك الاوروبي. والبنك الاوروبي جاوبوهم قالوا لهم ثبتونا وكيفاش السيد هذا؟ قالوا لهم تقريبا السيد هذا مش فاهم. فهمتني؟ كلمت انا الطين قلت لهم راهو البنك الاوروبي وراني خاطر ما ورنيش الجواب هو اللي بعثه البنك الاوروبي، وراني كان الجواب نتاع البنك الاوروبي. فهمتني؟ الجواب نتاع البنك الاوروبي يقول لي سي با سيريو ماهوش جدي. كي كلمت انا جماعه الطين هما بيان سور قلت لك سي لا سانكيام اونتربريز مونديال ماهيش دونك اتصلوا هما بالبنك الاوروبي وكلموني وجابوا لي نسخه من الجواب اللي بعثه الوزير هذا للبنك الاوروبي معناها نسخه نتاع شلكني بلغه اخرى معناها عباره انا وليد صغير وما نفهم حتى شيء وباش نعطلهم اكثر من كل شيء. قالوا له راهو نحن بيد استغربنا وقلنا كيفاش تكنيكس معناها تدخل في العطاء هذايا معناها وما هيش جديه. قالوا لهم لا نحن رانا دخلنا بامور جديه وبامور واحد. كان مطلوب مني معناها كوني نجبد روحي ناخذ حويجه ونجبد روحي خاطر الجماعه الاخرين معاملين باش كل واحد يضرب ضربته. وعلى كل هو توسار ثورة واحد من ما تبدل شيء خاطر على حد علمني الناس هذيك خذيت بالأسوام هذيك. فهمتني؟ والبودفان دار على الناس الكل اللي كان باش يمشي لها واللي عوضتها زاد. في 2006 كلمني سي علي سرياتي قال لي اخي البابور تابعك ليه؟ قلت له مش تابعني. قال لي هاو يقولوا البابور تابعك انت وانت طلعت فيه. قلت له راهو طلعوا فيه قبلي انا ديجا الناس. قلت تعرف بك يجي بابور جديد في بورت سيدي بوسعيد باركوريزيتي. قلت له الناس الكل الملاكه واللي مش ملاكه الكل تطلع فيه والكلهم يحبوا يشوفوه والنجم نسمي لك. قلت له انا من الصباح شكون اللي طلع وشكون اللي ما طلعش. انا طلعت يمكن اخر واحد. فهمتني؟ قال لي عملتوا به دورة ليه؟ قلت له هو وقت الكابيتان ري قلت له باش تبدل البلاصة. قلت له أنا دور اخرج لبرا. وخرجنا وين؟ خرجنا في البي هذيك نتاع ميلكار ورجعنا. قلت له خير. فهمتني؟ وما لي هاكم غاديك عليه؟ قلت له اش فهم؟ قال لي راهو البابور مسروق. الدولة التونسية قررت باش تسلموا في 2007 في سبتمبر تقريبا أول نهار في رمضان. أول نهار في سيدي رمضان يكلمني سي علي السرياتي قال لي يا اخي انت مسافر؟ قلت له والله كنت ناوي انا ونسيب باش نعملوا عمره. قال لي ليه ما تخرجش؟ راهو فيك بطاقه جلب دوليه. عندي انا مصالحي وجماعه نتعامل معاهم في فرنسا يلزمني نسفر. كلمته وقتها قلت له راني وقفت معناها وعندي جماعه معناها باش نصح معاهم كونتراتوات في فرنسا شنو باش نعمل؟ كلمني من غدوه الصباح قال لي جيب لي زوج تصاور واحد تعطيك باسبور دبلوماتيك. خممت بعد قلت له ليه ما نحبش. قلت له يا اخوي انا نمشي باسبور دبلوماتيك ويشوفني واحد يعرفني ويبلغ عليا وباش نتوقف حتى 24 ساعه باش يصير لكم فضايح لكم توما فضايح لي انا لا ما نحبش تو نتصرف. عندي محامي قلت له ايجا حشتي بيك جاني. قلت له شو نحن متعاملناش مع بعضنا انا راني عجبتني خدمتك من هنا. قلت له انت تعرف اللي عندي قضيه البابور؟ قال لي سمعت. قلت له بون تنجم تحل الانترنت ما فما منها شيء راهو الموضوع هكا 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 واللي جاب البابور راهو ولد عمي مش انا داير. قلت له في البحث نتاع البوليسيه البورت يقولوا لي هو جاي استقبل البابور هو وصاحبه تزيري استقبلوا البابور الخمسة غير ربع نتاع الصباح. قلت له انا الخمسة غير ربع نتاع الصباح نضرب في النوم لا في بالي بالبابور جاي ولا. قلت له انا علمت كيفي كيف الناس كل اونتر تون ظهرت عاده معطيات ظرنتوا البابور كي طاحهم بان في المياه الاقليميه بين ايطاليا وفرنسا
باش يجيبوا له بابور نتاع اسيستونس يدخلوا لقرب برة لايطاليا يلزم تدفع براتيكمون ما يقارب ل 40,000 دينار او انك تكون عندك اسيرونس مغطيه. هنا تعرف كل اسيرونس كم كل اسيرونس موجوده تعرف كلها وتبعثت من عنوان 31 نهج ايطاليا. العنوان هذا نتاع شركه نتاع السيد اللي كنت نشير له فهمتني شركه نتاع فلان الفلاني من نمر الفاكس هذاك والمكالمات الهاتفيه اللي سجلوها خاطر السلطات الفرنسوية وجابت ما يقارب 30 ديسك سي دي فيهم مكالمات هاتفية ما فيهمش صوتي. دونك ثبتت البراءة متاعي براتيكمون. من بعد الدولة التونسية باش تدافع على مصالح فلان وفلان قرروا باش يجلبوا الملف من عند السلطات الفرنسية كوم كوا هنا يتحاكموا جماعة ذوكم يتحاكموا هنا في تونس. وانا خذيت وقتها في عدم سماع الدعوة والاخرين خذوا عامين سورسي ولا عام سورسي. هزيت روحي مشيت المطار ودخلت براتيكمون اخر واحد المطار تونس كارتاج. قبلها انا بشوية كلمت المدير المحافظة حقي وكوك في التليفون قلت له الو قال لي شكون معايا وانا نعرف ويعرف تليفوني فهمت اللي ثم بحذايا شكونه. قلت مدام جماعة موقوفين نمشي يا اخويا غادي كنا نأمن نفسي مع الجماعة خير من اللي بعد في الشارع ولا في داري ما نعرفش شنو اللي ياتيني. ودخلت برجولية ملي دخلت مديت لهم ما التليفون فهمتني الباسبور ما عنديش تذكرة بطاقة تعريف فهمتني ستوش كله فهمتني. وداير سمير تروني مازال هو باش يتكلم قلت له وين نقعد غادي ولا وين قال لي برا ادخل غادي دخلت ديريكت فهمتني. بالصدفة هما كلهم فما الكرسي الرئيسي مسيبينه كلهم مفجوعين من الكرسي الرئيسي مشيت انا للكرسي الرئيسي قعدت فيه فهمتني. نلقى جماعة الكل مفجوع اللي يبكي واللي مفجوع واللي درسوا قعدنا غاديك حتى من بعد تقريبا مع ستة واش قالونا دخلوا قالونا راهو نحن نخدموا في الوطن وراهو بن علي ما عادش الرئيس وبن علي غادر الارض التونسيه وانتم راهو تقعدوا على ذمه الجيش حتى لني يشوفوا فيكم معناها اللي ايش باش يصير. وفكتيفمون معناها تقريبا مع السبعة ونص ثمانية غير ربع نتاع الليل جات زوج كراهب نتاع جيش عباونا وهزونا ديريكت لجزرنة العوينة ما هو غاديك يعديوا لبعضهم هما ومشينا للعوينة نلقى خويا ماكل ريحة نبش القبور والشوفير نتاعو ماكل ريحة نبش القبور خاطر هما مشاو مع عمتي في كراهب دخلوا للمطار المطار العسكري وطلعوا جماعة في الطيارة وخلاوهم هم الكل غادي خلاو مراد وخلاو أمي وخويا ومرته وصغاره والشوفير متاعو. دونك ثم واحد نجدو قال له شكون عماد طرابلسي لا مانيش عماد طرابلسي كلاو لهم قلبهم بطريحة الحاسيل الراجل جاي ما ينجمش يمشي على ظهره. وقت اللي دخلونا نحن القاعة الشرفية غاديكا مام بادر جيم من زمان جاء اللي توا بي دي جي متاع تونسير سي المنكبي جاء قال شكون عماد طرابلسي قلت له انا عماد طرابلسي قال لي تفضل معانا غزر لي خويا قال لي راهو باش يضربوك راهو قال لي لمهم قبيلهم يلوجوا عليك. طلعت بداو يبعدوا في الطاولة ويهيئوا في الجو متاع باش ناكل طريحة وباش ينزلوا عليا بالبورتكانات قعدنا نحكيه وانا وهذا سي المنكبي قال لي وانت ودرسوك قلت يا ولدي انا عامل فيها العباد يا ولدي قلت له دي هي تسلي عني بيش انا عامل في العباد وما عامل في العباد بالكلمة قال لي تعرف فلان الفلاني قلت له صاحبي قال لي انت عندك صحاب انت ما عندك حتى صاحب كيفاه قلت له ما عندي حتى صاحب ترى قلت له عندك نمرو انت اطلبوا كان قال لك راه مو صاحبي ناكر فيا وقتها يعمل الله بالدليل الحق كلمه السيد ذي قال له راهو رجل مخلق ربي وراهو وليدها وبراس والديك رد بالك عليه وجا ربي يحطه في عينيك وتقلبت المشاميع
عاد هو اللي زاد في التليفون كلمني السيد هذا يا خويا، قال لي اسمع، قال لي تو نكلم وراو يقرب لي وراو من هنا وتهنى وتقلبت المشام يا الحق. من اللي كانت تسمع تعض في شفايفها وتحمس في روايحها وباش ناكل تريحها، عاود رجع على البيرو لبلاستو ورجعت الكراسي وتحبش تشرب حاجة، وهاو باش نكلموا جماعة كان يحبوش يعملوا تليفون. قال لي اسمع، هاو باش نعمل معك حل، عندك شي طيارة تنجموش يدبروا طيارة وناخذوركم؟ كان سي رشيد عمار وسي الغنوشي عطاو الموافقة برا غادروا تونس. كلمت الحق انا، عطاني تليفون، كلمت جماعة اللي بيا نعرفهم، اللي بي قال لي ثم طيارة باربع بلايس، قلت له لا سبيل اليه، نحن ديجا تقريبا جي 40. كلمت واحد صاحبي طلياني قال لي اعطيني البلون فول تو نبعث لك طيارة تو سويت، ما فما حتى مشكلة. دونك كلمته قال لي تو نحط لكم طيارة في باليرمو، والصباح قال لي اول ما تعطيني لاكور 6 7 تكون في تونس. كلمت السيد هذا قال لي خويا انا الركات نتاعك تو نهزها اللي يعنيه الامر وان شاء الله قال لي وافقوا لكم. قالوا لنا راهو محمد الغنوشي ما وافقش، فهمتني، وهاو باش يسيبوكم باش تتعداو على المحكمه، اللي عنده حكم راهو باش يجيه للدار ولا باش يهبط يبحث. أول واحد باش تجي قضايا، بديت القضايا قضية المخدرات، ما نيش باش ندخل في التفاصيل خاطر أنا عندي 13 يوم موقوف، معناها 13 يوم موقوفين في وسط الجزرنة، فهمتني؟ كيفاش واحد يلقاولو في الدم نتاعو تو نتاع 48 نونو جرام، معناها بيت البارح يتكيف ولا اليوم الصباح، فهمتني؟ على كل قلت التفاصيل هذوما مش ندخل فيهم. خذيت عامين سجن، استينفت انا المحامي وقتها دبر علي، قلت له فك علينا من الاستئناف، قال لي لا ونمشيو في الاجراءات القانونيه وتو لاو القضاء ولا مستقل وتو المنظومه القضائيه راهي تحرت، وذاك الحكم جوست الاولاني معناها باش يفجعوا طرابلسيه وباش زاد الناس يشفى غليلها ومشى ستينف وهبطنا لجلسة الحكم ويحكم عليه يرفع في الحكم 4 سنين. ما غاضتنيش لأربع سنين بصراحة، اللي غاضني التعليل متاع الأربع سنين، خاطر التعليل ينم سامحني عن جهل وعن خرق لحقوق الإنسان ونديري معناها في دولة ما فماش دولة. أختي اللي يقولك نظرا لشخصية المتهم، حتى واحد انا نتصور قرا قانون ولا عنده اطلاع على القانون ولا يحترم نفسه ما يكتب تعليل كيف نكت، يكتب اي حاجه. شو مدخل الشخصيه؟ خلينا تحاسب في الشخصيه ولا تحاسب في اكت ورياكسيون، فهمتني؟ وغزرت للمحامي وقتها قلت له قلت لك يا ولدي تقول لي قضاء مستقل، واش يا رجل؟ انا في شهر ابريل تحكمت حكم ابتدائي، في شهر ماي تحكمت حكم استئنافي، في شهر جوان محكمه التعقيب ايدت الحكم. دونك في وقت من الاوقات قلت يا زيد انا هي حسبه، وانا لقيت روحي معناها براتيكمون على 365 يوم نهبط في 200 يوم للمحكمه، كما جاش نهار لحد كونجي 52 يوم هذوك سبت وحد، 52 يوم سبت و52 احد، ثم قضيه انا هابط فيها شاهد هابط 9 مرات، الزوز المتهمين الاصليين هبطوا مرتين مرتين، وصارت المره الثالثه مكافحه بيناتهم وانا حاضر معاهم، انا هبطت 9 مرات. دونك وقت اللي من بعد حسبتها قلت هذه البيعه ماهيش باش توفى، فهمتني؟ هذا التحقيق ما عادش نهبط له، خليه يكتب اللي يحب. وتو كي نخلط للابتدائي نهبط في الجلستين الاخرانيين، يعني نتحاكم باش نتحاكم، وندخل في الطور نتاع الاستئنافي وانا نعلم بالدوسي ايش فيه وايش ما فيهش، ونولي ندافع على روحي من غادي، خاطر انا عندي ثقه اكثر في محكمه التعقيب. تو قضية الشيكية الأموال المجمدة، البنكة تبعث لك تقول لك يتعذر علينا الخلاص نظرا لأن الرصيد مجمد، دونك التهمة الجزائية إصدار الشيك بدون رصيد ما عادش موجودة، فهمتني؟ ما عادش فما تهمة، خصوصا أن الشيكات كلهم نتاع الشركات والناس تتعامل معهم الشركات، وبما أن الدولة صادرت الشركات معناها هي تتكفل بالأكتيف والباسيف،
ولكن اكثر من هكاك معناها الشيك ما عنده ديلي، عنده 3 ايام ومن بعد عنده 15 يوم ومن بعد يمتد حتى 3 شهور. انا تحكمت في ظرف قياسي، فهمتني؟ نهبط الشيكات هذوما نتاعك صدرتهم للشركه الفلانيه والشركه الفلانيه، يتك خذ شربك ونلقى روحي محكوم. جملت وصلت جملت 100 واش احكام شيكات ولا تقريبا 84 سنه. الحق نتاع ربي في الاستئناف، ما هو كيف كيف ايدوا الاحكام في محكمه التعقيب، نقضتهم لبطلان الاجراءات. فما كان رئيس محكمه الاستئناف وقفت قدامه قلت له راني الموضعيه هكا وهكا وهكا، وراه الشيكات وراه من هنا وراه لجنه المصادره والشيكات راهو نتاع الشركات. قال لي ليه نرسلوهم ويلزمهم يخلصوا. قال لي مادام نتاع الشركات يلزمهم يخلصوا. بالصدفه هو بعد بجمعتين ولا هو رئيس لجنه المصادره، قبلها قبل ما يمشي رئيس لجنه المصادره بعث مكتوب لجنه المصادره، والجلسه اللي الجمعه اللي بعد قال لي بعثنا مكتوب وراني هكا من بعيد، قال لي راه بعثنا مكتوب ورسلناهم دونك باش نعجل لك، قال لي الجلسه هذه حتى لين يجاوبونا. الجمعه اللي بعدها نقرا في الجريده ولا هو رئيس لجنه المصادره. هيا قلت تحلت المشكله، ها وهو عنده اطلاع بالموضوع وهو ولا المكلف بلجنه المصادره تيفض المشكله، وكأنك ما حكيت حتى شيء، فهمتني؟ ما جاوبوش هما، ما جاوبش نفسه معناها، ما بعثش لمحكمه الاستئناف جاوبها وقعدت الحكايه كيك. ثم قضاة الحق نزهاء والحمد لله، هي الدنيا هذه ما فيها الباهي وفيها الخايب. ثم قاضي وقت اللي تحكي له الحكايه ويقتنع يحاول باش يعملك العمليه الاستقصائيه من اول وجديد ويبحث على التفاصيل واحد ومن هنا باش يعرف الدوسيي ما يحكمش عليك. وثم قضاة مثلا لا حكم حاضر. توا معناها مع هيئه الحقيقه والكرامه صححنا توا تقريبا من اواخر شهر اوت، وانا صححت قعد توا السيد المكلف العام بنزاعات الدوله احضر معنا في جلسه تقريب باش اجل الجلسات، وقعدنا لليوم معناها واقفين ما نعرفوش ويمشي مشي الدوسي. الملخص نتاع الموضوع هي توا ثوره صارت، والقضاء والاحكام ولجنه تقصي الحقائق ولجنه والدعوات العموميه هذا امر معناها حاصل صار. دونك نعتذر معناها من قلبي، وماذا بيا معناها هذه صفحه ونطويوها ونرجعوا معناها الناس كلها كيف كيف ونرجعوا. خلي الواحد يرجع لسير الحياة العادي، 7 سنين حبس. وأنا كإنسان باش ما نتفصاش من المسؤولية، فما حاجات عملتهم بتاتر عن جهل، فما حاجات عملتهم بداعي الغرور، فما حاجات أخرين عملتهم بالإغراء، خاطر فما ناس زادة راهو تغريك كيف ما قلت لك يجيك ويجي نعملوا هكا وباش نصوروا راهو ودراشو غدوة يجبد روحه هو ويخليك انت في الواجهة، فهمتني؟ دونك انا كإنسان عملت حاجات باهية وعملت حاجات خايبة، جيون فران للوا في حاجات، فهمتني؟ وثم حاجات اللي تبعت فيهم القانون بحذافيره، فهمتني؟ كلنا بشر وكلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون. يعني انا ما نقولش اللي انا انسان منزه ولا نبي مرسل ولا اللي انا ملايك، انا عملت ثم حاجات كيف ما قلت لك عملتهم عن جهل، ثم حاجات بداعي الغرور، ثم حاجات بالغراء خاطر السلطة تغريك. اللي يبدا في الكياس نورمال، مش كيف ما اللي يبدا يسوق مثلا في بنتلي، نظرة الناس ما تبداش كيف كيف، نظرة المسؤولين مش كيف كيف، برشا حاجات تتغير، السلطة تغري برشا، تغري بالكدا بالكدا. وعلى أساس هذايا نعتقد أنا اللي اليوم توا بعد 7 سنين طولت الحكاية، ماذا بي الواحد معناه يتعامل كمواطن تونسي عنده بطاقة تعريف وطنية وعنده باسبور تونسي وتولد في الأرض هذه زاد، فهمتني؟ ما نقولش اللي أنا وطني أكثر من التوانسة الكل ولا اللي أنا مثلا ناقص وطنية عليهم، عندي في كل جانب عندي الحاجات اللي خير منهم وحاجات اللي أخيب منهم، ولكن اللي طالبه وأنا بصدق معناه أني نتعامل معناه على أساس العدل والمساواة. يا أخوي هاني غلط وهاني استعرفت ونعتذر لكافة أطياف الشعب التونسي،
ونعتذر حتى كان الحد مثلا اللي انا اخطات في حقه واللي هو مثلا يحب يواجهني ولا يحب نعوض له بطريقه ما فيها بيس ابريتو. هذه فرصه باش الواحد ينظف روحه ومعناها يتخلص من كل الحاجات اللي كانت معناها مكبلته ولا اللي خيبت له تصويرته ولا قلقت العباد منه. ولكن اللي طالبه أنا طالب أخويا 7 سنين تعدي وهاني عديت الحبس، ماذا بيا توفى الحكاية هذه أخويا اللي أنا عملت غلط في حقه مستعد باش نعتذر له، ونعتذر له اعتذار صادق وخالص. واللي ثم حد إذا كان ضريته في حاجة وباش نعوضه فيها أنا مستعد باش نتقبل كسسوال الواحد. نعتذر زاد كان الدولة تضرت مني ولا حاجة، الدولة زاد مستعد باش نعطيها حقها ونرجع لها معناها الشيء اللي خذيته وانا. ولكن زاد نحب زاد انا توا عندي بنتي خليتها عمرها 10 شهور، اليوم بنتي عمرها 8 سنين، وقتاش باش نربيها وقتاش باش نكبر معها وقتاش باش نراها، نحب حريتي. شهادة السيد عثمان بن عيسى. السيد محمد بن سالم سيقدم هذه الحالة، تفضل سيد محمد بن سالم. السيد عثمان بن عيسى هو في أن واحد شاهد ومنسوب إليه انتهاك وضحية، مولود في 20 مايو 1964 بالعالية ولاية بنزرت، مهنته ناقل لحساب الغير. وفي سياق الفساد المستشري في فترة حكم بن علي استباح المدعو دال باء ميداني ومينائي حلق الواد ورادس للقيام بعمليات توريد وتصدير مشبوهة لفائدته ولفائدة كبار المهربين، تتعلق وحدها بجلب كميات من مادة المعسل جيراك وإدخالها إلى التراب التونسي على كونها أقمشة لفائدة شركات وهمية أو حقيقية خاضعة لقانون 1972 المتعلق بإحداث نظام خاص بالصناعات التي تنتج للتصدير وتتمتع من خلال الشركات المصدرة كليا أو جزئيا بجملة من الامتيازات الجبائية والمالية. إذن هذه الاستيرادات وقعت باسم الشركات دون علمها، وذلك بتقليد الطوابع الخاصة بها للتمتع بامتيازات جبائية، إضافة إلى إخفاء هوية المالك الحقيقي للبضاعة. ونظرا لحرص بعض المسؤولين في سلك الديوانة على تطبيق القانون رغم الضغوطات، فقد أمكن ضبط إحدى هذه العمليات خلال شهر أكتوبر من سنة 2007 بميناء حلق الواد، وتحرير مجموعة من المحاضر الجزائية من قبل إدارة الديوانة. لكن المنتفع الفعلي من العملية المدعو دال باء ظل بعيدا عن كل تتبع جزائي، وتحمل وزرها غيره من المنتفعين من عملية توريد والوسيط الجمركي وناقلي البضاعة، ومن بينهم السيد عثمان بن عيسى الشاهد الحاضر الآن. الوقائع: السيد عثمان بن عيسى ناقل لحساب الغير، يتمثل نشاطه بالأساس في نقل البضاعة والحاويات من ميناء رادس وميناء حلق الواد لفئة أصحاب الشركات التي تعمل في مجال توريد البضائع. بداية من سنة 2004 أصبح يتولى نقل حاويات تابعة لشركة أمبور إكسبور أش بي آ على ملك حا با عين شقيقة الرئيس السابق زين عبدي بن علي من ميناء رادس أو حلق الواد إلى وجهة محددة تكون عادة محلات أو مخازن داخل الدائرة الترابية لولاية سوسة كسوسة المدينة أو مساكن والجم قلعة الصغرى وغيرها. كان يكتفي أثناء نقلها في صورة إيقافه من قبل الدوريات الأمنية أو تابعة للمصالح الديوانية، يكتفي إذن بالإفصاح عن هوية صاحب البضاعة ليواصل طريقه دون الخضوع لأي نوع من أنواع التحري والتثبت في الوثائق أو في نوع البضاعة المخزنة.
خلال شهر أكتوبر من سنة 2007 اتصل به المدعو دال باء طالبا منه إحضار شاحنات ثقيلة قصد نقل حاويات من ميناء حلق الواد، وفعلا تولى تسخير شاحنته من نوع رينو ليقودها المدعو محمد الجميلي، كما تولى تسخير شاحنة على ملك شقيقه منير بن عيسى الذي تولى قيادتها بالإضافة إلى تسويق شاحنتين إضافيتين لرفع حاويات تحمل بضاعة لفئة دال باء. اجتازت الشاحنات الحاجز الديواني الأول المثبت به جهاز سكانير، إلا أن أعوان الديوانة وبمناسبة تثبت فيما ذا تطابق المعطيات بين ما هو منظم بالتصريح الديوانية والفواتير من جهة، وبين نوعية البضاعة المخزنة داخل الحاويات عند الحاجز الديواني الثاني، تفطنوا لعدم تطبيقها، إذ ورد في كل التصاريح الديوانية أن الحاويات تحتوي على أقمشة تم توريدها لفئة شركات خاضعة لقانون 1972، والحال أنه قد تمت معاينة كميات كبيرة من المعسل والجراك مخبأ بقطع قماش. إثرها حضر ديل باء للاستفسار طالبا من سائقي شاحنات انزل الحاويات ومغادرة المكان. فوجئ السيد عثمان بن عيسى بعد 15 يوم من الواقعة بتواجد سيارة تابعة إدارة ديوانة يستقله أعوان تابعون لهذه الإدارة طالبا منه مرافقتهم إلى مقر هذه الإدارة بشارع مدريد بالعاصمة، وتم أحضار شقيقه منير بن عيسى كذلك، وتولوا حجز الشاحنتين على ذمة الأبحاث، ثم شرعوا في استنطاقهما بمعية المدعو محمد الجميلي وبقية المتهمين المتورطين في عملية التهريب بعد حجز بضائع مهربة في المحلات والمخازن. ذكر أغلب الذين وقع استنطاقهم اسم المنتفع الرئيسي من العملية ضمن المحاضر الأولية، إلا أن كل من إدارة الأبحاث الديوانية والنيابة العمومية لم تسعيا في تحديد هويته كاملة واعتباره طرفا في التتبع لا ضمن الأبحاث التمهيدية ولا في إطار الطلبات أثناء المحاكمة. إذن أحيل كل من عادل الملك وعثمان بن عيسى الحاضر أمامنا، ومحمد الجميلي ومنير بن عيسى ومراد بن ضيفة وعبد الحميد العياري وفيصل سوقة ومحمد الصالح العبداللاوي والمنصف المانسي وحيدر بن إسماعيل وبالقاسم القنيشي وعبد العزيز السبلاوي على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الجنائية بتونس، التي أصدرت بتاريخ 8 مايو 2009 أحكاماً بالسجن تراوحت بين 15 يوماً وشهر واحد، وبخطية مالية تراوحت بين 350 ألف دينار و15 مليون دينار، من أجل توريد بدون إعلام لبضاعة محجرة ناتجة عن التصريح المغلوط في نوع البضاعة باستعمال وثائق مفتعلة والمشاركة في ذلك، ومسك بضاعة محجرة متأتية من جرح التوريد بدون إعلام أو جرح التهريب والمشاركة في ذلك. وتم إقرار الحكم المذكور استئنافيا في حق السيد عثمان بن عيسى الحاضر كما ذكرنا، وأصبح ملزما بدفع مبلغ الخطية المقدرة ب 350 ألف دينار بالتضامن مع أربع محكومين في نفس القضية. لم ينكر السيد عثمان بن عيسى ذروعه في التجاوزات موضوع التبعات الديوانية المفضية إلى مؤاخذته جزئيا وتحمله الجزء الأكبر من تبعاتها، رغم أنه يعتبر نفسه الحلقة الأضعف في ارتكابها، متقدما مطلب الهيئة الحق الكرامة من أجل الانتفاع بآلية التحكيم والمصالحة. وتفضل سيد عثمان بن عيسى. تفضل. نخدم في رادس من العام 97، جاد وريد ابتداء من 2000 مع السيد الترونس تاريخ دينا نخدمه معه بشوية كأيوه الناس عنا خدمة مشينا نخدمه معاه، ما عندوش خدمة نمشي نخدمه معه في الصخرة. مرت الأيامات ومرت السنين والوقت كما هو، وين يقعد بينا نقول له وزل البصة فلانية نوصل السلعة ناخذ فلوسنا أسوام عادية، أسوام معنا عادية تونس كما نقول 150 سوسة 200 300 أسوام عادية. حتى مرت السنين جينا في الواقع عادية نعبوا من حلق الواد، نعبوا من الراس، نعبوا من المجازة، معنا حتى ربع أخلق لا في الثنية لا في الديوانة لا في البرت لا حتى شيء. قلوا سنة حياة بن حمد بن علي حتى واحد ما يكلمك، أي مواطن تونسي أي إدارة أي مصلحة تقولوا سنة حياة بن حمد بن علي ما يكلمكش خلاص. جات الواقع عادية قال لي يا عثمان أبعث لي أربع كاميونات، لا استغفر الله قبل هي قال لي أبعث لي خمسة كاميونات قبل بجيب نعطيه.
بعداش قال لي رجعهم، ماهوش باش نعبيهم الكادرات. رجعنا. رجعنا بعد جمعتين اخرين ولا 15 يوم، قال لي عفوا بعث لي اربع كاميونات. بعث له اربع كاميونات للبرط حلق الواد، مشى هو الصنعة نتاعو وقعد هو بين البرط بين الداخل بين البرا، عبوا الكاميونات الاربع كادرات، مشاو للسكانير الوراق هو جابهم لنا، جابهم هو عطاهم للجماعة الناس الكل، عملوا السكانير، السكانير عجبهم اللي باش يعملوا قتلوا، ما عجبهم السكانير الاريس امورهم رجلين. احنا معنا حتى ربع ذنب. جات يا رسول الله قال له حل الكادرات للشفرة ما نمشيش، قال له حل الكادرات، حلوا الكادرات، قال له راه سلام مش تبقى اصلا. اللي هو كلم الصنعة نتاعو اللي هو كلم دوري، قال له جي عثمان يا دوري راهي السلعة نتاعك شدوها لك، اجي ادخل شوف شنو المشكلة. يشد الديكلاراسيون كل الورق كل ويهبط الكادرات ويقول برا مش راجع خدموا في راس الارواح، ما عندكم حتى اشكالية. لا نعرف واش ثم ولا ما ثماش ولا شنو الدنيا فيها. ابريتو بعد 15 يوم جاتنا الابحاث نتاع شارع مدريد العالية. مما فيها مدري ما القاسم جاني العالية. جا باش يقول باش يغدرك حاجة باش يقول الديوان باش يقول تهرب. قال لي عندي خدمة من خدمة تخدم لي عندي سلعة تجرها لي. قلت له نجر لك نخدم على روحي شو المشكل. أنا ركبت في الكهرباء معاه وقال لي راهو ديوانة معك. قلت له تفضل. عندي كهرباء قال لي خبي كهربتك وهي معنا. أنا مشيت شوية في الثنية فك لي التليفون. قال لي ما عادش تحكي معاك سكرت فك لي التليفون. قال لي الكمين نتاعك وين يخدموا؟ قلت له يخدموا في البلاصة الفلانية مع روحي هكا هو الناس. قال لي تو تكلموا ويجوا يجوا البرتونس لهنا كبرتونس. كلم أخوك وكلم الشفير يجيب البرتونس الكمين. قعدنا نستناو فيهم ثميك في برتونس جاو الكمين هزونا الكل. أنا وخويا والشفير محمد. مشينا على شارع مدريد بدلت اللغة. في الابحاث كيفاش ما كيفاش يا ولدي راهي سنه حياه بن حمده بن علي رانا نخدموا معاه رانا نمشي واحنا كالناس ما نجمش عارفه السلعه اش فيها ما فيهاش ويقول وجهك وين تحب تفرغ السلعه وتروح اجي نديك للمخازن نتاعو لدارهم دار حياه بن حمده بن علي دار دوريد لا زي ما تذكروش على الاسم دوريد حياه وهو حياه ودوريد ما تذكروش ايه نقول لكم سلعه امي ملا سلعته هو إيه لا أنا نتكلم النوى والبحر والمحافظة كتبت نوع آخر. قعدنا شي جمعة وحنا ماشيين جايين. في الآخر حكم علينا بشهر حبس. فكونا زوز كمين تاعنا. قعدنا بطالة. خرجنا من الحبس. إيه لنا ربي النهار كل جمعتين شهر شهر ونص والمحكمة تعيط. هو إنسان يبرد شوية يركح الدم تاعو شوية. وجاي كيس العام تاع المحكمة. تمشي المحكمة عيط فلان بفلان استخرى الجلسة لا النقاش ولا كيفاش ولا علاش. نوقف شكون حضر تاك 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 تخرج الجلسه وربنا نجي عامين وحنا كل جمعتين ثلاثه شهر وحنا ماشيين في الاخر حكم علينا بالحكايه هذه الكل الكمان تفكوا معاهم اللي مات هذوما الخطايا هو 3350 خويا 9 مليارات و700 وزيد 350 مليون والشفير 350 مليون وهو حي هو موجود موجود دوريد ولا باي حد لا تصمت ولا الحكومه للمحكمة للديوانة ما بين سرعتها حتى بشر في الجمهورية التونسية قال لك اللي هي سرعة حياة بن حمدة بن علي وهو موجود وشهود موجودة الناس كل موجودة وجا شوفني أنا 10 سنين تالي كيفاش عايشة من 10 سنين هذوما أنا سقط من ظهري عامل عملية ظهري شوف كيفاش عايشة من 14 في 10 سنين هذوما والسلعة كلهم نتاع هو والدنيا كلها نتاع هو وأنا عاملين في النازلة نهار ما مدلكش خمسة الآن ديجا نسالوا الفلوس نتاع خدمة الباقيات وقت اللي صارت المشكل نسالوا الفلوس ما كملوش خلصني فيهم مش حتى باش اخواننا الزايد باش يعطيني هو الزايد وصمتوا يا العالم كل صمت وهو موجود جيب كفاح ليبي وجبت لكم الشهود وثم كل شيء موجود وشوفني انا واش عندي واش عندي قبل ولا تو باش المحاضره الكل تكتبت باسمي انا جايبها السلعه انا مقادي انا عندي انا الشيء ذا ثم بنوك وثم حسابات ثم عقابات وانا كيفاش عايش سي عثمان نعم انت وقت اللي تهز السلعة بتاع حياة بن علي ويوقفوك الدوريات بتاع الذيك الديوانة موجودة أي ديوانة تقول لهم أذية سلعة حياة ما يكلم من أنا ما كنت مش أخذ وريهم أوراق بتاع سلعة تقول ما سلعة فيها الهاش بيها فيها اسم حياة بن علي ما ناقش مع قولك أنت وصل إذا أنت عارف نفسك اللي هالسلعة هذه محصنة
وبالتالي يمكن أن تكون فيها ترافيك، يمكن فيها سلع. أنت هل تعرف شنية أنواع السلع اللي كنت تحمل فيها وفين تحط فيها؟ الدبوات كنت دبوات هو هو دريد يجيب السلع على حسابه هو كتاجر، يجيب الكادرة كما يقولوا هذه معسل 50 مليون، هذه قماش ب 20 مليون، ما هو سلعته هو السلع الاسم اسمه على السلع اسمه هو، أما السلع كلها تمشي للتجار ياخذ عليها في مقابل. يعني هو غطاء غطاء كفاف ياخذ مقابل مجرد باش يخرج لهم السلعه نتاع السلع نتاع شكون هذوما التجار نتاع كل جمهورية السلع يفرق فيها، مره في الجم مره في السوسة مره في تونس مره في المرسى مره في جربه، ما تجمش عارفه اللي لك اليوم بيجي وانتهى الاتهام للبصه نتاعو لك اليوم. لكن انت وقت اللي ترفع فيها السلعه هذه باسم حياه بن علي، عارف اللي هالسلعة مثلا تقول المعسل، المعسل تعرف اللي هو معناها نتاع الدولة، حتى حد ما ينجم ما تنجمش تحكم انت حتى هيك تعرف حتى هي كنترا ولا معسل ولا ما عندكش حق فيها، هو مولاها هو من هو متقبي بها. لهذا واضح احنا كحمال احنا معنا حتى شيء، واضح اللي هما لبسوا هيك اي هما لبسوا هيك مستوى من المسؤولية، هربوا من المسؤولية. اي شوف سي عثمان نسمع فيك، ثم مستوى من المسؤولية هو انه وقت اللي انت تحمل سلعة اللي شاكك فيها على الأقل بالطبع، وما مجيش يقول لك فيها وش ما فيهاش، لكن تيشاك اللي هي معسل مثلا وتهز فيها الدبو في القلعة، مش عندي من الخضرة الوقت ذاك، أنا هما ما يقدر عليهم كربي الوقت ذاك، حتى أنا كنت عرفها معسل مش لازم يمشي للديوان أقول له سي هذه معسل تشدها أنت، هاو الديوان عمل السكانير وسيبه، أنا سيبته الديوان الأولاني اللي عم في السكانير هو يشوف فيها إيش فيها من قدام معسل ومن تالي قماش وصحح له آلاس وقال له برا مشي يخرج، يعني انا اقوى من الديوانه اقوى من اللي في الديوانه بنجومه، انا حمال في النازله وما عندي حتى وصلت حتى انا كيوب بالسايب الديوانه اللي شكون باش يمشي نشكي انا شكون باش يتسلق، هذه المشكل اللي معنا حتى بشر ما عنده قدره عليهم كان ربي الوقت هذاك قدر عليهم. تعتبر اللي في القضيه الحال وقع تلبيسك انت وخوك وترازيتير القضيه وقت اللي الفاعلين الاصليين وقع، هذا هو اللي تعتبر انت؟ هذا هو احنا وقت اللي مشينا نبحث ونقولوا يا سي هيكل هشام بحثنا هيكل هشام الاكثريه اللي كامل يا سي هيكل راهي سلعه دوريد راني نخدم معها ونجيب لك شهود ها ونجيب لك هذا ايش اديني ونجنديك وني هو طلبته في السلعه هما خرجوه مثل القضيه قال لي دوريد وحياه ما تحكيش عليهم احكي في موضوع اخر انت تبين يدينا انت بتحمل القضيه العصفور في دوس كونزوا. سي عثمان انت تواجهت هاي الحقيقه والكرامه لطلب الصلح ولايجاد حل مع الديوان، شنو هي طلباتك تو انت؟ انا نطلب اش معناها انا ركمين تفكت اليوم طالب انا بختية طالب المصالحه شوفوا لنا حل مع شوفوا لنا حل في حياتنا في المشكل هذا. خاطر ما كيما القضاء الابتدائي للسيناء في التعقيب ايد علينا القضيه. المحكمه تتبع فينا، البنك تتبع فينا. قعدنا محصورين معنا قعد مخنوق كل واحد كل يوم يجي يزير عليه الشيء العبد. شكرا سي عثمان، شكرا على شهادتك. يرجى من السيدات والسادة تفضل بالتزام الهدوء التام وعدم التصفيق مع عدم التصوير، كما نطلب منكم غلق الهواتف الجوالة. مع الشكر. قبل الثورة كان الاقتصاد التونسي يظهر لباس عليه، السياسات الاقتصادية كانت تعجب القاسي والداني لدرجة وصف تونس بالتلميذ النجيب، أما الشيء اللي كنا نشوفه فيه ما كانش الحقيقة اللي على أرض الواقع، على خاطر السياسات المتبعة خدمة مصلحة شوية من الناس على حساب أغلبية العباد، وهذا اللي خلى الثورة تقوم في 2011. في الثلاث سنين اللي فاتت عملت تونس دستور جديد وبدلت برشا أمور سياسية، لكن النظام الاقتصادي قعد كما هو، والمفارقة الكبيرة في تونس أنه على الرغم من اليد العاملة الكفء والبنية التحتية الباهية والموقع الجغرافي الممتاز، الاقتصاد ما زال ضعيف وخريجي الجامعات مستقبلهم ماهوش واضح، أكثر من 60% منهم يخدموا في القطاع الغير منظم ولا يولي وبطل. علاش؟ مناخ الأعمال في تونس الكل قيود ويكبل المستثمرين، والشركات اللي تخدم تعمل على العلاقات في نظام يتركز على البيروقراطية. الوضع هذا ما يشجعش على المبادرة الاقتصادية، ويكلف أصحاب الأعمال قرابة 13% من مداخيل ويضيع لهم 25% من وقتهم، ويشجع زادة على انتشار الفساد ويكلفهم ما بين 2-5% من مداخيلهم، وهذا كل يكلف 10 مليار دولار سنوياً أي قرابة 20% من الاقتصاد التونسي. زيد على هذا الكل أكثر من 50% من الاقتصاد يتحكم فيه عدد صغير من الشركات القوية،
وبقية الشركات محرومة من الدخول في قطاعات أساسية، ونقص المنافسة هذا يكلفنا قريب 2 مليار دولار كل عام. أغلب الشركات اللي تتمتع بامتيازات هي شركات عمومية محمية من المنافسة وتتمتع بدعم دافعي الضرائب، وصلها الدعم 3% من ميزانية الدولة لسنة 2013. والشركات اللي على ملك أقارب وأصدقاء بن علي تمتعت بتسهيلات كبيرة في قطاعات مربحة كما الاتصالات والنقل الجوي والإشهار والسياحة، وهالشركات حقت مرابيح توصل ل 21% من المرابيح الجملية للقطاع الخاص، وما تخدم كان في 1% من اليد العاملة في البلاد. ولحد اليوم القطاعات هذه ما زالت مسكرة أمام المنافسة. 50% من الشركات ما تحتاجش باش تحسن مردودها على خاطر ما ينافس فيها حد، والسبب هذا السلعة اللي تنتجها شركات نوعيتها خايبة وسومها غالي. مثلاً تسكر الطيارة أغلب 30% من اللي يلزمها تكون، أما سوم المكالمات الدولية فهو 10 مرات من الأسوام اللي يلزمها تكون. هزوز أمثلة برك يبينوا كيفاش هالشركات اللي نحكيوا عليها تحقق بأرباح كبيرة. الوضع هذا يؤثر بصفة سلبية على 50% من الاقتصاد اللي فيه منافسة، على خاطر الشركات اللي تخدم فيه تتحمل في تكاليف كبيرة، وهذا اللي يخليها غير قادرة على إنتاج سلعة باهية وبأسوام تنافس بها الشركات الأجنبية. وعلى هذاك زادة يقتصر نشاطها على توريد القطايع اللي تحتاج لها من برا وتجميعها قبل ما تعاود تصدرها، وهذا يعني تونس ما عندها قدرة تنافسية كان في الأنشطة اللي فيها أجور منخفضة. والنتيجة الاقتصاد التونسي يخلق في عدد صغير من الخدم وبأجور ضعيفة وما يخدمش في برشا من أصحاب الشهادات. الحالة هذه تنجم تتبدل إذا كان نغير النظام الاقتصادي الحالي من اقتصاد الامتيازات إلى اقتصاد يعتمد على المنافسة، على خاطر الزيادة في المنافسة بين الشركات ترفع من الإنتاجية وتخلق 50,000 موطن شغل إضافي كل عام. وكيف نصلح وضعية البنوك نولي قادرين باش نوفروا أكثر قروض لرجال الأعمال ونتمكنوا من خلق 38,000 موطن شغل إضافي كل عام، وكيف نزيدوا إصلاح الفلاحة والخدمات نكونوا قادرين على توفير 20,000 موطن شغل إضافي في العام. الإصلاحات يجب تكون موجهة باش يكون عندنا نظام تعديلي بسيط فعال وشفاف، وصناعة تنتج سلعة فيها قيمة مضافة عالية وتوفر أجور مرتفعة للعمال، ومع هذا قطاع خدمات يضمن ازدهار الشركات التونسية في الاقتصاد العالمي وفلاحة تساهم في خلق الثروة في المناطق الداخلية. تبديل النموذج الاقتصادي ماهوش باش يكون سهل، على خاطر فما مصالح متجذرة في الإدارة التونسية وفي القطاع الخاص، ومن مصلحة برشا ناس أنه الوضعية هذه ما تتبدلش، على خاطر القضاء على الإقصاء وإعطاء فرصة للناس الكل كيف كيف باش يحقق نمو ويوفر خدم، وباش يعطي فرصة للناس الكل باش يشاركوا في ازدهار البلاد. بناء نظام فيه منفعة للتوانسة الكل يستحق حوار عام وشامل، وفما برشا خيارات للتبديل. التوانسة ظهروا قدرتهم على حل المشاكل الصعيبة وعلى تعاونهم وقت الشدة، توا جا الوقت يناقشوا فيه كيفاش ينجموا يخلقوا نموذج اقتصادي يحقوا به نمو وراحة للتوانسة الكل. الشاهد الأخير هو سي عادل ملاك وسي محمد بن سالم سيقدم هالحالة. إذن الشاهد عادل ملاك هو في أن واحد منسوب إليه انتهاك وضحية، وتشد في نفس القضية اللي كنا نحكي عليها مع سائق الشاحنة السابق. إذن هذا هو عنده صفة ترانزيتير، وهو مولود في 25 جويلية 1961 بحمل أنف، وقاع يقافوا قلنا في نفس القضية، واستنطاقوا من قبل إدارة الأبحاث الديوانية صحبة بقية المتهمين متورطين في نفس القضية كما ذكرنا، وذكر أغلب الذين وقع استنطاقهم أن الاسم المنتفع الرئيسي من العملية ضمن المحاضرة الأولية اللي قلنا ديل باء، إلا أن كل من إدارة الأبحاث الديوانية والنيابة العمومية لم تسعيا في تحديد هويته الكاملة واعتباره طرفا في تتبع لا ضمن الأبحاث التمهيدية ولا في إطار طلبات أثناء المحاكمة. إذن أحيل كل من عادل ملاك وعثمان بن عيسى ومحمد الجميلي ومنور عيسى ومراد بن ضيفة وعبد الحميد، إذن مجموعة كلها التي ذكرناها سابقا هي نفسها في نفس القضية، وحيلوا على أذار المحكمة ابتدائية بدائرة جناحية بتونس، وأزرت حكمها في 8 ماي 2009 على الترانزيدار اللي قاعد قدامنا، أحكام بالسجن
وهو كان نصيبه 15,428,000 دينار. ولم ينكر السيد عادل ملاك ذروعه في التجاوزات موضوع التبرعات الديوانية المفضية إلى مؤاخذته جزائيا وتحمله الجزء الأكبر من تبعاتها، إذا تحميله إذا المحكمة حملته الجزء الأكبر، رغم أنه يعتبر نفسه الحلقة الأضعف كما ذكرنا في ارتكابها مقدمة بمطلب لدى هيئة الحل الكرامة من أجل انتفاع بأي تحكيم والمصالحة. فليتفضل السيد ملاك. الله فيك. السلام عليكم. والحاجة مانيش ترانزيتير، أنا مصرح جمركي. حاجة أخرى، مانيش مستعرف اللي أنا في الظلوع هذه ضلعت، خاطر أنا كي جيت نصرح في البضاعة هذه متكونة من القماش وأكسسوار تسوي، ماذا بين كان تكلم شوية بالسوري، تسوي بلس أكسسوار. لنا يجيني دوريد ما نعرفوش، لا نعرف الحياة، لا نعرف الدوريد، لا نعرف حتى حد. أنا عندي تيرس بيرسون، هو مش لازم نذكره اسمه، كليون عندي يخدم المعامل، معناتها يجيبوا سلعة قانونيا ويخيط ويعاود نعمل له ديكلاراسيون او اخرى، ثم الاس ا والاو ا. لهنا الاس ا فيها اسكال وربريك، فيها الاسكال وربريك. انا مش مفسر الامور هذيا خاطر التقنيه. الاسكال وربريك هذيا تتحط من الكوباني ماريتيم والديوانه، تحط ثم الكونتينو دي كونتينر. دونك لهنا الترانزيتير كيجي الاوراق نتاعهم وياخذ الخواتم، انا خذيت لي كاشي والاوراق اللي خذيتهم، الاوراق ساعه بريبو خذيتهم مش مع عند شخص، خذيتهم عند الكوبانيه باش ناخذهم، ناخذهم باللي كاشي. اللي كاشي بلي خذيتهم، خذيتهم عند الكليون تاعي اللي هو قال لي عادل زيد عاونوا روحك بهم، هذوما راهم تاع سي فلان تاع شركه هذوما. شركه هذوما يخدموا الوصف 72 قانونيا يخدموا. نجي انا ندخل في الاعلاميه تاع الديوانه باش نضرب ديكلاراسيون تاعي، نوصل فورما 5 نضرب الاسكال والروبريك هذا اللي قلت عليه، يخرج لي ثم الاعلاميه اش قالت لي، نظر الاوراق نتاعي اش عندي، نلقى المطابقه. اذا ثم حاجه مخالفه ديكلاراسيون ما تخرج ليش. لهنا خدمتي اش نعمل؟ نضرب ديكلاراسيون تاعي ونعطيها السيد اللي جاب لي الكليونات هذوما. السلعه تخرج باسم شركه لوا 72 ماهيش باسم دريد، انا ما نعرفوش دريد ولا يعرفني ولا عطاني ورقه ولا عطيته حتى شيء، ما نعرفوش. بالكل بالكل تعرفت عليك وش وقت سمعت وقت في الابحاث به. لهنا كي تشدت العمليه هذه، تشدت شراه، تشدت العمليه كيفاش تشدت؟ تشدت انا في الخدم ديكلاراسيون فيها 5 كادرات، فهمتني؟ مشيت باش نعديها في الديوانه في حسين في القبه قبل كانت في شارع الجمهوريه باش نعديها. اونتر تون بارازار جاء واحد اصلي نتاع الشركه هذيا عندهم ديكلاراسيون، هو جبت لي ورقتي وانا جبت له ورقته. هذه هي العمليه كيفاش تشدت. اذا واحد باش يقول حاجه اخرى من هذا راهو غلط. انا هو الالي صارت لي العمليه، جيت نثبت في اوراقي نلقى عندي 100 وتسعة. تفضل سامحني باش نستبعك شويه خاطر توا تحكي لنا حاجات اللي ما عادش نستبع بالقدا. انت جيت الدكلاري بس بالتوابع اللي هما مزيفين سلعه وتلقى مول المول بالتوابع الاصليه اي دكلاري ياخي الديوانه فاق واللي ثم دو ديكلاراسيون. الديوانه ما فاقتش شوي، ما لا علاش وقفوكم الديوانه ما فاقتش. لاجون اللي خذا الكيتونس الاوراق خذاهم نتاعي، انا خذيتهم نتاعو. انا عندي 18 تورناطا واش تيسيو بلس اكسسوار، جي نلقى عندي ورقه فيها معناتها الورقه الخضراء نلقى فيها 179 كيلو. مشيت وقتها رئيس المكتب في القبه مديتهم له، قلت له حسين هذه كيفاش؟ عنده اجتماع قال لي اجاني العشيه. مشيت على روحي، كي مشيت على روحي بعد كلموني الابحاث، كلموني الابحاث. هذه كيف صارت العمليه؟ راه ما ثمش حتى اخر باش يجي يقول لي كلمه. شو عايش خل باش نبداو نتابعوا بعضنا خاطر ما عادش واضحه. تفضل تفضل يا اخي. القبه ماهيش ديوانه، هي ما هي ديوان. باهي تقول لي لا ماهيش ديوانه، ديوان ما هي ديوان. لا ما قلتلكش ماهيش ديوانه. لا لا تو نزلت قلت ماهيش ديوانه القبه، باهي ديوان. دونك انت ما قلتلكش في السكانير كي جيت الديكلاري لقيت، خاطر هي الحكايه شنيه باش الناس تفهم اش قاعد يصير. يجيو ياخذوا توابع مزيفه يعملوا كوبي على
توابع نتاع شركات حقيقية موجودة. يجي الشركة اللي هي موجودة أمورها مريقلة تلقى نفسها يعملوا في عمليات بسمة وهي ما في بالهاش، دونك تنبشوا في بعضهم. هكاك فاقت الإدارة اللي المزيفين والحقيقيين يتكلاريوا فرد نهار في سلع مختلفة. وبالطبع شكون اللي ديكلاري بالغلط؟ اللي جايب سلعة اللي هي معسل ويقول اللي هي قماش، هذاك هو. احنا ما قلناش لي انت اللي قاعد تجيب في السلع، نعرف شكون اللي يجيب في السلع. شركة حياة بن علي اسمها كيكا شركة وعندها طابعها شركة هي اللي المستورد. بالطبع كما قال زميلك قبيلة هي دورها شنية؟ هي الغطاء، تعطي غطاء للترفيكاجية الحقيقيين اللي هم عندهم دبوات في الجم وفي مصبي إلى آخره. أنت شنية خدمتك؟ أنت تسهل لهم في العملية وزيت أن ديكلاران دوا. دونك تقول ما في باليش ما في باليش ما في باليش، سامحني سي بارازار اللي انت عطاوك 15 مليار والديوانه الخطيه والاخر عطاوه 350 مليون بارازار هكاك خاطر انت شيء ما عملت طلبات ديوانه مادام عندهم ملف هكاك ديوانه هكاك حكت راسها قالت لك ايه عندهم ديكلاراسيون كي كوت دي مليون دي مليون تو شوف سي عادل انت جيت للهيئه طلبت التحكيم والمصالحه ك بسيفتك منتهك تو جيت تقول لي شيء ما عملت ما لو وليت ضحيه ما عادش منتهك راو شوف سي عادل احنا رانا شاعرين بالعملية هي راهي منظومة كاملة فيها سلسلة من متدخلين من بينهم الديواني من بينهم اللي ديكلارون دوا من بينهم الشركات اللي تغطي من بينهم الكونترا هذوما اللي قاعدين هما اللي يملكوا السلع وانتي حلقة من الحلقات وانتي حلقة ضعيفة احنا وني داكولي انتي حلقة ذي انو لبسوك احنا ذي زادة متفقين فيه لك من جيبش تقول انا ما نعرفش التوابع منين جاو كيف جاوك التوابع متاع الشركة لا هذي. ما قلتش ما نعرفش قلتك انا الجنس برسان ذي ما حبيتش اسمه امني ما هو اللي عطالي التوابع كما نجم اي انسان شكون اللي عطاك التوابع متاع الناس اللي مش متاعو سفيان برا شكون هو السيدة ذي هذي اللي هرب نهار 27 اكتوبر il faisait quoi dans la vie il faisait عنده معمل نتاع لوا 72 ويست وايت ورا المحكمة. اي عاطيك توابع نتاع ناس أخرى وأنت توابع. نتاع مش نتاع ناس أخرى قال لي هذوما نتاع فلان فلاني. نتاع شكي بن ويرة. باهي. سي عادل أنت احنا راهو نفهموا الضغوطات اللي تنجم تتمارس عليك وبلغتنا الضغوطات اللي تمارست عليك وبالتالي باش نوقفوا معاك وباش نقولوا لك شنو هي طلباتك أنت توا شنو اللي ما عندي حدا طلبات مدام. شكرا سي عادل. بارك الله بارك الله فيك. إذا الشيء اللي نحب نقوله مش سهل لأنه ثم منظومة مترابطة متضامنة ومتحبش شكون يفيق بها ومتحبش شكون يفسد لها اللعبة. هالمنظومة هذه مازالت تخدم لليومنا هذا وزادت قوات لليومنا هذا. الاقتصاد الموازي راهو يدخل من الباب الكبير متاع الميناء ما يدخلش من الحدود البرية. إذا الشيء اللي احنا نحب نقولوه في هاي الحقيقة والكرامة احنا دورنا تفكيك منظومة الاستبداد وهذا عهدة موكولة لنا في بالقانون. هالتفكيك هذايا الهيئة ما تنجمش تقوم به وحدها إذا كان ما فماش تعاون مع الإدارات المعنية والإدارة الكل والقضاء وجميع الهيئات الكلها راهي إذا كان ومعانا اليوم السيد المحافظ ونحب نحييه الحضور ايضا يعني فما جميع الجهود لازم تتضافر باش هالافه هذه نتاع الفساد يعني نقضيو عليها وراو بشويه بشويه نخلطوا يكفي باش نصلحوا يكفي باش نصلحوا واللي حاب يتوب يتوب ميسالش مرحبا بيه اعطينا بركه يوقف على الممارسات نتاع اللي قاعده تنخر في الاقتصاد البلاد الخزينه العامه ملياردوات كل سنة يتنحاولها ويمشيوا للاقتصاد الأسود والدولة بالطبع تلقى نفسها خزينتها فارغة وما عادش عندها باش تقوم بوظائفها كدولة. ونشكركم مرة أخرى على حضوركم ونشكركم على حسن الاستماع وعندنا مواعيد قريبة إن شاء الله.